أحسن. فكان الروح التواضع ولا حالك غرور، والنعم مع طريق ماك يجلد عندنا أخطل يمناك تكتب على الوجه السرور. مد جودك ما يحدد على من رسنا، أنت من روس السرور. مد جودك ما يحدد على من رسنا، أنت من روس على كابر طويلين الشبور للدب. الوصول عذر، هاو معنا ما تسمعوه يا فالجميع.
الغالي والغلال بجميل الوافية بجميل العاج جيتك عندنا غالي الله يقليك وانت عن ميت رجال ولا انت بخير عندنا وانت وافي الله يوفي عند الله وعطاك وافي اما من الدراهم الشيء بيننا وياك مصفوط وانا ما خذيت شيء لا من قريب ولا من بعيد واما من الهدايا اللي معك مقبوله ولا عاد نقول الله يحييك ومرحمه وبسك ابقاكم وحياكم وعسى الله يعينك على منصبك ومن يسمك انا وياك غير اقعد عندك انا معي فلوسي يا طويل العمر مني ومن اولادي ايه عقد اخذنا من رجال قدامنا فلا تردنا ونحن ما نحن بحسن من غيرنا. تعال فلسطين انا علمتك اني ما خذيت من رجال الريال. ولا شيء. اما جيتك هي اكبر عطاء. المعذرة والله انك خابر حفل عندنا. والله لو ما ها انك واكل الصف لكن تسلم. والله ان عندنا حفل كبير واني ما اصدق اي. وفيت يا ابو عبد الله الله يحييك. الله يبقيك الله يبقيك من افداك. مرحبا مليار في مليار زاد مرحبا عندنا وفينا العهود ودعه يا زربة الحد المخيف يا هلا عندي ما تدري المياه ودعه يا زربة الحد المخيف مرحبا يا كل غالب نصبه مرحبا معدد ما هم بالنسيب ودعه يا زربة الحد المخيف مرحبا سلامتك خذ مثل الربع
اولادكم ما غادين اجوا عند رب العالمين. هذا الشوف اللي تشوفون ما بعلم. حياكم الله كل منكم وحاله. الحال من الله طيب، من الله اشتر على وحبه. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. زام النايبون سلام. كل شله ملح وملحل الزام اللي ملخله. سلام يا روس الجباي حمدان وافين الخصايم. رعداد ما تقصف رعوده. حنيام يربين الفعايل. عادات راكش في الجباين. ورجال نايم في وعوده. ونعم ونعم. الله يرضى علينا وعليكم ولا يجرح. ويجبنا وياكم في كل ما يبغضه رب العالمين. ويدلنا على ما يحبه ويرضى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. عجمتونا يا عوانينا الغالي من قديم ومن تالي. والله ان شاء الله يجعل غلانا وغلاكم دائما في وجه رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اولا فنبارك لمحمد اسمه محمد. محمد بن صالح. محمد بن صالح. الله يبارك لك يا محمد والربعك. اسال الله وتوسل اليه. اللهم ان الله يجعل عليك دخيل مبارك. اللهم امين. وجينا مبارك وجينا ناويين علوم غارمه تستاهلونها وهلها. وجانا نبن منكم من عانينا مجثل ومنعنا في بعض العلوم. وجينا بشيء بسيط يخص الاخوان كلهم عوالي صغيرهم قبل كبير. صليتوا على النبي. اللهم صل عليه. سلامنا عليكم. واجب زامنا ومقبالنا اجبار 15,000 تقل من قدركم. ولكون الامور في غير ذي كان كل انفدل اللي عند عانية. وافين ويجملنا ويجملكم. وراها رمز من الهدايا تخص بجياكم باسم ربعهم. كان فيه قل جملوه ودوها لليمين ودوا السمين. ما عليكم جود. ونوافق الحين ندور الموافق. اولا جاكم مكروه نجمين. الله يسلم رجاك ويلتزم فينا وفيك. على كل حال انتم وافين المدة الاول واليوم. على كل حال اما الفلوس والله الذي لا اله الا هو ما اخذ منا يا اخوانه ريال واحد. ان الله يعلم ما تعلمون. واما الهدايا طول مقبوله. والله يحييكم تحيات السير يا مرحبا. وباقي الكلام عند ابو صالح. والله يحييكم. صلوا على النبي. خلني اتكلم نفداك. الرد من اخوانه واللي حوله يمكن يموت. يا ابو محمد يمكن يموت. لكن عواني جايين من ورا الشفا ورا العين. الرد جفها وقفها ولا حين بها للرد. هذا اجبع طالبين بوجيهنا ووجه رب العالمين. ثم ما تردون اجبع ابزياكم تو القبائل دول وتو اللي عندها بياخذ العلم. صلوا على النبي. هلا صلى. خذ يا رجال ياخذ. اول شايف الله يحييكم تحيات السيد. مرحبا ومسحلة بكل بقى ما نثر خطكم. أنتوا يا همدان ووافي ما عليكم جود. أنتوا لسان واسنان وذروة سنام. جيتكم غالية وصفكم غالي وزاملكم وافي وعطاياكم جزل. أما بالنسبة للدراهم فلا استقبلنا من حد شيء. أنا يا محمد خاصة موفر القريب والبعيد. عطاكم وافي وموفر. والله ما قضيت من عمامي شيباني وربعي ريال واحد. دعيناكم من الكرام والمشاركة حفلنا ولبيتوا من غلانا ومن وفاكم. أما من الهدايا فمقبولة وأما من لغيرها فتخلونا في وسع العذر. وسلامة الجميع. جايتكم هولا عبرنا ولا عبرنا بالسلام. لا إله إلا الله. أول شورم بالله يحييكم يا همدان عندما نثور خطكم من بلادكم اللي جيتونا. أنتوا أهل العطاء وأنتوا أهل الفتح. وأنتوا نعم. أنتوا أهل العاني وأنتوا أهل الخار. الباب ده يا صبيان همدان والله إنها مقفل. وأنا اللي منع الطيب ومنعتكم يا ربعة كلكم. معذورين مبشورين عنيالك والمشبوكين في القبائل من في أنحاء المملكة. وقال يا عرضي من ترضي. ولا منكم العين اليمنى وأنتوا رصيدين في الجيش. بيض الله وجيهكم. الله يجعل حالكم. والله يجعل حالكم. والله يكثر خيركم. كذا يرضيكم علينا. والله العظيم. عليكم الله ومانع. يا محمد. مرحبوا مليار في مليار زاد. مرحبوا عندنا فينا العهود طبيعه يا زربة الحد المخيف. يا هلا عندنا تدري المياه.
كل أحوال ضيفنا الغالي مني ترحيبه. يا هل الطائلة والقدر للخالي روسيا من هل الوقفات والهيبة. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. الله يعيننا وياكم على الدين والجميل. الله يكفانا وياكم صلى المذيع وقال الدين الصادق رب العالمين. جيتونا الليلة والله يحييكم. السنة فيها عيدين والليلة ثالث عيد. يوم الله جابكم يا ذا القبائل. على كل حال. إنه بيكم حسن ونسب وجيلة. حن يطول عزام لك عزام لكم باسم الاخوان الحاضر منهم الغائب. وحن نضربكم بوزينا. الرجال لو وجه عند عنيد. غدا بكرة. والله يحييكم تحيات السير وذي عندكم ما عندكم. لا عندكم. غدا بكرة. افتدني عمي اغلق مني وابلغ مني قدموني ولا خدام لهم. انا سلفت يوم يقول سيف انتك في سيف. انتم 70 نعمة يا صبيان همدا. يوم الذيب ياكل ولده. يوم النعمة المكان. انتم هلا. صليتوا على محمد. تدلون الضيف وتمنعون الدخيل. والناس كلها تلتوي بكم. واللي ما له ماضي ما له حال. هو اليوم. حنجينا مسلمين ومباركين، حنجينا ضيفان. والله حنجينا مثل المضيفة. كلامكم وجاهكم جعل ربي يرفع عند رب العالمين. اليوم ودور. أقول على بني عمي وسامحيني اللي نفتاهم. والله يا مقبال ويا جاه ويا حقاكم يلحق ماضيكم إنه كرامتنا. وحلو وياكم مهم ساعة ولا بسنة. الأول مع الأول والتالي مع التالي. والله إنه ما يحل لنا. والله إنه ما يحل لنا. والله إنه ما يحل لنا. عشان هذا الليل معكم. وحدي يتروق عوتنا. والله يبارك للسبة. الله يبارك له ولكم جميع. لأنه هو أنتم وأنتم هو. هو اللي جاكم ساعة. أتمنى مسلمين ومعاونين ومهنين يطيل العمر بسلامة أبو صالح 5000 وما من 3000 ومساعدكم يطيل العمر في طب ضيفاكم أما من البيت يجمل أبو صالح يجمل له يموته. والله ودي أني أوصل إنك يا محمد في البيت ولكن علمت إنك صوب الدماء أو فيها بقاكم طولة أعمالكم. الله يجزيكم خير وفيكم يسمع خلها ما جاوبك. صلوا على النبي. الله يبقيكم. الله يبقيكم. الله يبقيكم. والله فلوس يا محمد. والله لا اله الا الله. الله يحفظك. الله يحفظك. اخوانك واخوانك وربعك. انا وياكم الشيء واحد يا ابو محمد يا ابو صالح. الله يبقيكم. صلوا على النبي. لكم حق يا الاخوان. واخوان فرقه. وحنا عزامينكم. وانا بطلبكم وبجه بوجه رب العالمين ومحمد رسول الله. والله ان تكررت الحكايه عليكم ماجد وبديتونا وحطيتونا في وجه الله. حط طالبينكم رب العالمين اللي ما عاد عقبه جاه ولا عاد عقبه مطلق. خوع بخ. الله يعافيك. حط طالبينكم للكسحه. حط طالبينكم للكسحه. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. طيبوا في المكه الاول. ما عليكم جو. ما في ما له حق. انتم ما عليكم شو. ما عليك شو. ما عليك شو. على كل حال والله خطير. يا ابو سلطان يقول مجله. ابو سلطان يقول مجله.
كل الدراهم ما خذينا ريال من الرجال مثل ما قالوا من الشمال، هذا الشمال ما والله من خوان قلتكم اعطاكم اكبر خراب واللي بينا والله انا حق علي والله ودي نوصلك يا محمد ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عندنا ما فينا العهود ودعا يا زبط الحد المخيف يا هلا عندنا ما تدري المياه ودعا يا زبط الحد المخيف مرحبا يا كل غالب نصبه مرحبا وعدد ما هب بالنسيب ودعا يا زبط الحد المخيف مرحبا عدد مرحبا احمد الله احمد الله يسلمكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته كيف انتم عافيك انت ام الصحيح الله حالكم كل منكم حاله عارفكم شر كيف انتم عافيك طيبين طاب الله فيكم كل حاله حالكم شر مرحبا والله يحييكم على الوجه وغيره يا مرحبا سلامة الجميع ضرب الله قولوا يا الله يا الله يحيي البلاد والعباد الله امامي ينصر دولة الرشيدة يا تولى فهد الحرمين الشريفين ينصر جنود المرابطين على الحد الجنوب الامر الثاني جانا دعوة من اخوان طيبين وعزاز طيبين هنا مسلمة نبيت للدعوة مبارك لابو صالح بن ختم الله يبارك فيك الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الختم على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ويعين على خدمة الدين ثم الملك والوطن وخدمة جماعة وصالح غالي وكلكم غالين يعني دعوة من فيصل نفداه ودعوة الأيمن على القلوب حبينا نسلم عليكم الأمر الثاني عندنا هدية متواضعة مشلاح لأبو صالح قل من قدرة الأمر الثالث عندنا عزومة من الليل لازم كانوا في المستشفى بالتخصص بالرياض ونسوي لهم عملية ولهم كرامة من اليوم اعتذر منكم فيها سلامة الجميع الله يسلم رجاك والتي فينا وفيك والله يحييكم على ذا الوجه الخير ويا مرحبا الله يحييكم تحيات الشيخ مرحبا والله مسحنا عند خوان وانتم غالين قضيتكم غالية ويا مرحبا ويا مسحنا سلم ويعافيك يجعل هذا الخدم عونك على طاعة الله الله يجزاكم خير ولا يهينكم الأفدار مرحبا والله مسحنا على الهدية المتواضعة ولو عندنا مشاركة إن شاء الله شاركوا يا حبيبي مرحبا الله يحييك مرحبا مرحبا
جانا دعوتكم وجد العينات مثل جماعتهم الغياب فرجلنا في الحضور عذر. أول شيء نقول مبروك يا محمد والحمد لله على السلامة يا محمد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جايين مباركين ومشاركين ومهنيين بالسلامة معنا 7000 وكتبنا هي وبشتين ولا عند حد شيء من العلوم اللي عاد تسمعونها بتسمعونها. هاو سلامت الجميع. ربنا اللي غياب عندهم ظروف نوضح الله بن حمد بعد الجماعة. هاو سلامتكم. الله يسلم رجاك ويلتزم فينا وفيكم يسمع. أول شيء يا طويل العمر أما الفلوس ولا ما أخذها من رجال جد أمه منا يا أخوانه ولا ربعه ولا قريب ولا بعيد والله أنا ما أخذها ريال. أما الهدايا فالله يحييها ولا أقول شيء وباقي الكلام من عند أبو صالح. الله يحييكم. صلوا على النبي. إلا الرجبة ما بالهدايا عندي شيء في بيتها شلة والله ما يبيع ريالي من المجلس أنا قلني تعبان وعندي لك ذاك تلقاها. هذه هديتي يا أبو صالح على رايكم. سلام. سلمون. أول شيء الله يحييكم تحيات السيد. عدمانة ترحمكم. أنتوا يا همدان وافين. وأنتوا يا لدغيش. لسان وذروة سلام وسنان. مرحبا ومسهلا. وجيتكم غالية. والرجال منكم مثل 100 عندنا. وصفكم وافي ومغناكم وافي. هداياكم نقبلها. وما الدراهم ما خليناها لا من أخو ولا من عم ولا من رفيق. ادخلونا في واسع العذر وانتو راس مال دعوكم تسلموا. ولا حب حالفين ولا حب يقول فضلونا على القبائل المشال عند شيء من العلوم اطري حوانيك مع واحد قد ولا فيه. علمتك يا ابو حسين الدراهم ما استقبلنا شيء لا من اخ ولا من عم ولا من رفيق وانتو وافين وعطاكم وافي هذا ياكم مقبولة وجيتكم غالية ومرحبا ومسهلا. الله يحييكم. يا ابو صالح سلام. اول شيء الحمد لله على السلامة. والله ما عندي خبر الا قبل ساعه. الحمد لله على كل حال. اول شرف انت وافي من وافي. عليكم صوت. والله انك صوت وافي خاصه والله ذاك عاطفه والله كذلك. عليكم صوت. والله ما احببتك بالربع. كنا نكمل بالثاني. اهلا بشت. واهلا طال عمرك سيف. وانت سيف علي سيف. ولا هي الا رمز. يا سلامتكم سعد. تسلمون تسلمون نستقبل هدايا. ارحموا مليار في مليار زاد وارحموا عدنا وافينا العهود بودعه يا زربة الحد المخيف يا هلا عدنا ما تجري المياه بودعه يا زربة الحد المخيف ارحموا يا كل غالب نصمم ارحموا Yeah.
السلام، كيف انتم؟ يا مستحيل حالك. كلكم وحاله حالكم شر. كيف انتم؟ الله يعافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم. الله يطول عمرك ويحييكم. يلا حيهم. الله حيهم على وجه الخير. يا مرحبا. الله يسلمكم. سلامتكم جميعا. نسأل الله في هذه الساعة أن الله يعز الإسلام والمسلمين وينصر جنودنا المرابطين. آمين يا الله. ويجعل محبتنا وإياكم في رب العالمين. حقيقة الدغلاء بيني وبينكم ما ينسى. كما داعيكم بمناسبة تكريم الشيخ محمد بن صالح بمناسبة الثقة الملكية، هذا يسرنا ويشرفنا الحضور. أتمنى شاركين ومباركين ومهنين. معنا 2000 ريال مشاركة في طيب ضيفانكم. معنا للمحتفى بحسين. ولو ان الداعي في غير الشان ده يجيناكم فلوس من الحضر وفلوس اكثر مما تكلمنا به. ونعم 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 ونعم. الله يحييكم تحيه الزين ويا مرحبا. واللي ما له ماضي ما له حاضر. انت ونعم من مده الاوله اليوم. على كل حال لما العذاب ياخذها وما الفلوس والله الذي ليله ما اخذها من رجال ريال. احنا يا طويل العمر ما اخذها منا لا من قريب ولا من بعيد. او بها سلامه الجبل. وباقي الكلام عند ابو صالح. لا عليك شر ولا مكروه. المساله بسيطه. وانا مشاركه فيه. احنا سبقناكم لو ان الوضع غير الوضع. جينا باكثر مما تكلمنا. اول شيء فانتم يا انساب وافي وصفكم وافي وعضاكم وافي وزاملكم وافي. والله جنب الحال. بالنسبه للدراهم فلا استقبلنا من حد شيء، لا من عم ولا من اخ ولا من رفيق. واللي عندكم راس مال امام الهدايا مقبوله، جيتكم هي العطاء والكرامه. مرحبا والله مسهلا. الله يعلم يدركم ما استقبلت وشيء. لا والله قالك تسمع بشيء. هذه حق الطيب. قالك وافين يا ابو فهد. صلوا على النبي. اول شيء فالله يحييكم يحيي صفكم. انتم وافين وزاملكم وافي. جيتكم هي الغلاء مثل جيت المطر على الارض. والله يحييكم يا عوائل مسلم بن عايض. انتم ولا عيالكم وافين في الشوف ذا وفي غيره. ارحموا مشهرا. ارحموا مليار في مليار وزاد. وارحموا عند وافينا العهود. ودع يا زربة الحد المخيف. يا هلا عند ما تجري المياه. ودع يا زربة الحد المخيف. ارحبا يا كل غالب نصبه. ارحبا وعدد ما هب النسيب. ودع يا زربة الحد المخيف. ارحب اعداد ما خطى الكلام. الرجال
كيف انتم؟ الله يعافيكم يا ابو مصطحي. صح الله حالكم. كل منكم وحال. لا حال بكم شر. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. يا مرحبا. الله يبقيكم. صلوا على نبي الله. صل على اولا في هذه الساعه نسال الله الذي لا اله الا هو الذي بيده مقاليد الامور ان يستر علينا وعليكم ستره ويجمل علينا وعليكم جميلا من عنده. اللهم امين. وان يحفظنا واياكم وان يستر علينا وعليكم فوق الارض وتحت الارض يوم العرض. اللهم امين. نسال الله الذي لا اله الا هو ان يعز حكومتنا الرشيده. اللهم امين. بقياده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين. اللهم امين. نسال الله الذي لا اله الا هو ان ينصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم امين. وان يسدد رميهم وان يثبت اقدامهم. آمين. وان يجعل لهم نصر من عنده. آمين. وان ينصر جميع المسلمين. آمين. في كل بقاع الارض. الامر الثاني سلامتكم يا الاكوال واللي يسمع. قال اشرف. اكفي الربع نفداهم خدمه. شديد. الشيبان اللي غايبين واللي حاضرين من الشباب نفداهم. شديد. جانا منكم داعي وانتم اغلال. والله العظيم ودنا ان الداعي مفتوح ولا فيها عذر من بعض الامور. كان مجر الرجال منا يصفق بيده ولا شفت الا صف من كبير. وافين وافين. على كل حال جايين في صف شفتوه صوت سمعتوه. معنا هدايا لابو صالح. هدايا رمزية. باسم شيباننا الغايبين وباسمنا يا عيالهم نخدمهم نافداهم وحق علينا. نايب ما يعتذر منكم الجميع. الظرف عنده خاص به والوالد اللي هو ابوي جابر بن هادي يعتذر منكم المرضى او الكبر سنه والباقيين كل في شغله. معنا درع باسم قبيله ال مسعود سيف لابو صالح وهو سيف من سيوف. عليكم جود. باسم القبيله كلهم. الامر الثاني معنا هديه متواضعه الشاعر قبائل وادعة الشاعر مجثل بن سالم عبارة عن بشت من بزية ونسيبة جابر بن محمد بن دباجه المسعود ومعه مني خوية وخدامة درع ومعي درع خاص يخص ابو صالح نافداه يومه غالي ومن غلاء ودنا والله نقدره ونقدر المطالب اللي مثلكم شرواكم نطاب لكم عطايانا وهدايانا فانتوا والله اكبر منها واغلى منها ولا هي بقدركم عندنا ولا هي بمدتنا عندكم. وفار شيء من الامور فعدلونا وسمنوها والله يعافيكم الجميع. الله يحييكم على ما جيتوا والله يحييكم تحيات الزين. تسلمون يا رفاقه والله لا يهيكم ويجمل حالكم ويبيض وجيهكم. صفكم وافي وعطاكم غالي وقصيدتكم سمينه ومعروفه والله يحييكم وانتم يا رفاقه هنا. تعبتوا نفوسكم والله لا يهينكم. مرحبا والله مسهلا. الله يطول عمركم. مرحبا الله يحييكم يا شبان المسعود خوان الغلاء بن ساب الغلاء وهالحد وهالسد وسبعين عند صبيان الحيان في ذا اليوم وغيره. يا مرحبا والله مسهلا. الله يستر علينا وعليكم ستره. انا ابغاك تاخذ هداياك يا ابو صالح. يعني في الصلاه والسلام نظر. ابلغ خذ الهدايا. خلينا ناخذ الهدايا. ارحبوا مليار في مليار زاد وارحبوا عند وافينا العهود ودعاه يا زربة الحد المخيف يا هلا عند ما تجري المياه ودعاه يا زربة الحد المخيف ارحبوا يا كل غالب نصبيف ارحبوا وعدد مهب النسيف ودعاه يا زربة الحد المخيف ارحب اعداد ما خط القلم يسر اموركم على ما سرتوا عليه. اللهم امين. سلامتكم لافداكم. عزيز. جانا منكم داعي يا خوان. ولا لنا عذر في الوصول. معنا هدية الرمزية لابو صالح. والاخوان الباقيين يعتذرون. والله يوفقكم ويسر اموركم. سلامتكم لافداكم. الله يسلم رجالك كل سنة فينا وفيكم. الله يهيكم ويبارك فيكم. الله يهيكم ويبارك فيكم. يا ابو عوض والله لا يهيكم. عطيتكم
ثمينة جايتكم غالية والله لا يجيكم. مرحبا والله مسهلا. ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عندنا وفينا العهود ودعه يا زربة الحق المخيف يا هلا عندنا ما تجري المياه ودعه يا زربة الحق المخيف مرحبا يا كل غالب نصبين مرحبا وعدد مهب النسيم ودعه يا زربة الحق المخيف مرحبا عدد ما خطى الكلام مرحبا مرحبا يا رجال مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف انتم؟ يا عبيد هذا مستحيل. كل منكم حاله حالكم شر. كيف انتم؟ الله يعافيك. هذا مستحيل. صح الله حالكم كله حاله لا حالكم شر. مرحبا والله يحييكم. بالخير بالخير الآن. إن سلامتكم. من قال أسلم؟ كثرة دعوتهم منكم على تنصيب أبو صالح. نسأل الله إن الله يعينه على حمل الأمانة. تو الله سبحانه أولاة الأمور وتو ربعه وساس على ساس ودون عمي أصبعها شيبان وربعكم. ما عليكم جود. ما عليكم جود. نختار جينا مهنين ومباركين ومشاركينكم. معنا لأبو صالح هدية درع وهو درع ودو تسعين نعم. ومعنا لابو سالم نفتاه طيب اللي هو مقتل اللي جابنا سلامتكم. الله يسلم رجاك وتدينا فيكم بيضا نبقيه وبيضا نوجيهكم والباقي من ابو صالح. والله نحن اهديناكم كلكم يا الاخوان لكن ما يتكسر على الله الا المضى ولا تستاهل. ايتكم وافي يا الغريب والله لا يهيكم ونفداكم مجملين اعطاكم وافي. مرحبا ومسهلا. الى مشاركه ثاني شيء نطلب العذر من العشاء عن عند الشيخ عاز من احوال عمنا عزومه تخصه هذا اللي جابنا ذا الحين ولا والله نحن تاخرنا شوي وجينا وحضرنا الحفل. نطلب العذر منكم والله العزومه تخصه وابن عمنا زامنا اللي هو سعيد بن فرح عند بن سيف. معذورين وابشروا بالعذر. الله يهيئكم يا الغريب وافيكم مجملين. الله حيهم. ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عندنا وافينا العهود ودعه يا زربة الحق المخيف سلامتكم جميع على داعي منكم يا خوالي جميع. حبينا نلبي الداعي مشاركين ونفاعين. نبارك لابو صالح بالمنصب والله يطول عمره على طاعته. ونسلم لكم 2000 ريال ويبيض ضيفانكم يا اهل الحق. وعنا لك سيف يا ابو صالح من الوارد ويعتذر منكم من ظروفه الصحيه. وسلامتكم جميع. تسلمون يا ابو صالح انتم وافين وعطاكم ثمين وغالي وشايبكم غالي ومعذور بالمرض اللي احنا خابرينه والله يشفيه ويعافيه. اما من الدراهم مقبوله وموفره ما خذينا من حد شيء لا قريب ولا بعيد. صل على النبي. جعلكم تسلمون. هل اختلف على غيره؟ وافي يا ابو صالح. وفي مقام مضيف. جعلك تسلم. عيالكم ومعتبر مضيفين. جعلك تسلم. جعلك تسلم. قبل دلبك لكن ظروف العمل والله اللي اجبرك. وفيت وفيت والله لا يجيكم. الدراهم قفل بابها هم الهديه مقبوله. تسلمون. لا مقفل يا ابو صالح. ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عندنا وافينا العهود ودعه يا زربة الحق المخيف يا هلا عندنا ما تجري المياه ودعه يا زربة مرحبا بكم مرحبا يا رجال مرحبا.
كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. كيف انتم؟ الله يعافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. مدرني يا الله يعافيكم يحييكم. الله يبقيكم. عزمتنا لك والله يعيننا وياكم، حبينا نسلم عليكم، بارك لكم بالسلام الختم. وبها سلامتكم. الله يسلم رجالكم. مرحبا بكم. الله يعافيكم. اجل ديفانكم، اسمحوا لنا عليها. أول شيء قال طول عمرك ومن يسمع واقفين على واضي الفلوس ما خذنا شيء الله يطول عمركم. ما هي بشيء والله يا أبو صالح ودنا لك بهدي. أقول ما خذنا شيء. أنا ما فيها شيء. نيتكم هي العطاء والهدية وأنتم رأس مال يا أبو سعد. مرحبا والله مسهلا ما خذينا من حد شيء في الإدارة. مرحبا زلوا زلوا علشان وقت الصلاة. حياكم الله حياكم الله. مرحبا يا تاج راسي والعقال بودعه يا زبط الحق المخيف بودعه يا زبط الحق المخيف مرحبا السلام كيف انتم؟ الله يعافيك. اطياب. طاب الله فيك. كله حاله. حالكم شر كيف انتم؟ الله يعافيك. طاب الله حبيبكم. كله حاله. لحالكم شر. سلامتكم جميع. تسلم. اللهم صل وسلم عليه. نسأل الله ان الله يديم علينا وعليكم نعمة الامن والامان. لا جانا منكم دعوتي الى الاخوان وانتم غالي. الله يطول عمرك. من اغلاه. حبينا الوصول ومشاركينكم. أول شيء الشايب يعتذر منكم لظروفه الصحية. الله يعطيه العافية. وده إنه جاء وشارككم من غلاب. معه بشت اللي محمد بن شيباك. يقل من قدره. محمد بن صالح. محمد بن صالح بن شيبان الله يبقيك عم شايع. الثانية جانا منكم عذر واللي ما يقبل العذر ما ستر. والله ودنا إحنا مجبين على ضيفتكم ومشاركينكم. لأنكم مع الأول. هذا اللي جابنا وعباك سلموا ولا عينتوا شر ولا مكروه الله يغفر لي على الشيبان اللي كانوا متاخرين انتوا واقفين يا صبيان الرباقه والشايب والله انه ضرس من ضارب وانه سبعين نعم من عندنا وعند غيرنا والله يعطيه العافيه والله لا يهينكم ويبيض وجيهكم ثالث شيء احنا نعتذر من مشاركتكم في العشاء الليله الله حيه الله يبقيك واجر يا محمد ماجر الجميع عندنا ضيفه العوال عمنا هذه بن حسن والله ما نقدر نتخيب منها وقال يا عرضي من ترضي أنتم تعذرونا أكثر ما يعذرونا بنعمنا لأن الله عليكم والله أنا ودنا بمشاركتكم إن زاد أبدالة تالي الليلة والله أنه يزيدنا شرف مرحبا مسهلا مرحبا مسهلا والله حيهم أرحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عدة وفينا العهود ودعا يا زربة الحج المخيف يا هلا عدة ما تجري المياه ودعا يا زربت الحج المخيف مرحبا يا كل غالب نصبين مرحبا وعدد مهب النسيم ودعا يا زربت الحج المخيف مرحبا عدد ما خطى الكلام الرجال لك ما شب الكلام
من الاخوان ولا انتم تستاهلون العطاء، لا انت ولا ربعك، وانتم مع الاول وانتم دائما شاركونا، ولكن اعذرونا على كل العطاء. وافين الله وصلك ابو صالح، والله ما جانا خبر الا لو عزمنا عوض بن يخطبوا على بالي بدافك انا. اي والله مرحبا عليكم السلام، كيف انتم؟ يعافيك مستحيل صح حالكم، كل مكم وحالة حالكم شر، كيف انتم؟ الله يعافيكم يا ابو مستحيل، صح الله حالكم كل وحالة، لا حالكم شر، مرحبا والله يحييكم على الوجه وغيره، سلامتكم جميع وخدمة الله يسلمك، والله قولوا ايام قولوا ايام قول الله يفتحكم مثل ما صرهم عليه من عادات، الله امين. اولا فالحمد لله على سلامتك ابو صالح بعد الحادث، الله يسلمك، جينا مباركين لك بالختم اللي استلمتم تشتاهله، هذه ثقة الدولة تشيك والله يوفقك ويوفق ربعك من انت مني. من قال اسلم؟ انا يا الحاضرين من اهل المحض، معنا 3000 مشاركتين في حفل يجب ان عليه مجلسكم، واعذرونا وحنا عجامين لكم يا الاخوان، ودي عز عليكم عزومة ما لنا فيها عذر، وعلي وعد منكم وفرصة منكم وسلامتكم. الله يسلم رجاك، كل جنب فينا وفيكم من يسمع. وافين واللي ما له ماضي ما له حال، انتم نعم من مدة الاولة اليوم. اما يا طوال الاعمار الفلوس والله ما اخذها من رجال ريال، وعاد بعطيكم عذر للحين، والله لا اخذها لا من قريب ولا من اخو ولا من بعيد ولا من قريب. وقافل الباب وقافل الباب الله يعلم، اما العذر يا طوال الاعمار وافين انا عنديكم الا بخير، والله يطول اعماركم، عزموا ناس واجد حطينا في وجه الله، والله يطول اعماركم، عفوا يا سلام الجميع. والباقي عندي ابو صالح. هو شايف الله يحييكم شيوخنا وعلى رؤوسنا ومرحبا ومسهلا، جيتكم غالية وعطاكم وافي، مرحبا والله مسهلا، الباب مقفل في موضوع الدراهم، وانتوا راس مال واللي عندكم مالية، وما باقي الامور متلاحقين وياكم على خير، ولا عزمناكم الا تشريف وتكريم ومشاركة في حاملنا، والله يحييكم تحيات الشيخ ومرحبا والله مسهلا. يقول يسلم انت غالي ومن غلاه ومحسوب، تسلمون تسلمون تسلم عليك، ما دام عطانا لكن ارحموا مليار في مليار زاد، وارحموا عند ما بين العهود بودعه، يا زربه الحق المخيف يا هلا عند ما تجري المياه، بودعه يا زربه الحق المخيف، ارحموا يا كل غالب نصبين، ارحموا وعدد ما هم بالنسيب، بودعه يا زربه الحق المخيف، ارحموا أطيب مستحيل صح حالكم، كل مكم وحالة كلكم شر، كيف أنتم؟ الله يعافيكم يا أبو مستحيل، صح الله حالكم كل مكم وحالة، الله حالكم شر، مرحبا والله يحييكم على الوجه وغير، الله يبكيكم الله يحييكم جميع، الله يبكيكم قلب الله، قولوا يا الله يجعلنا وياكم المقبولين عند رب السماوات والأرض، اللهم آمين، الله يجعل مساعينا ومساعيكم خلص للوجه، اللهم آمين. عزمتونا أول شيء نهني لك بالسلامة يا محمد بن صالح أنت ويا عيالك واللي جا عليك، ومبارك لك باللي صدر عليه من أمر سامي ودرقية، صلى على النبي كنا نصلي عليه، انت ولد صالح وصالح على الشيبان راح المنحه، ونعم ما عليكم جود ما عليكم، ومن واضعه اقول فيكم من واضعه ستر الهنوفم خباه اللي توقف في الظروف الصعيبه، ما عليكم جود، ركن الجنوب من المعادن وحماه تاخذ على قفل المعرض الضريبه، يوم الحمايه تضرب الدين مشاه، يا من به الخايف صداره وهيبه، يعيدونا وانت مطلق، والله انك عندي مثل شرطية روحي، وافي وافي انت ولا ربعك أخدم أبو صالح جعلني بدون هم سام بن صالح المشري، ونعم ونعم سعيد ونعم، فينا نسلم بغينا نعاون وعيد معيلك بشت مهدر لي من شيخ شرواك، ولا تهدر بشوت إلا شرواك ومن يسمع، صلى على النبي كنا نصلي عليه، وبحض الرجل يغى المطاف إذا الدرج ما حد يدري وشي، أنا مهدر لي من المدوس وأنت تستاهل من شيخ الشيخ، وافي وافي وسلامتك وطولة عمركم يا سلام وسلامة الجميع،
تكلم الجابر يسد الجواب علينا جميع. جتنا دعوة منكم مبارك ونهني لك بالسلامة. معيلك مشله يقل فيه قدره. سلامتكم وياسم. الله يسلم رجاكم انت جنبينا وفيكم. والله يحييكم على هذا الوجه وغيره. لا انت والله يحييكم. تسلمون جميعا. توافي ابو محمد سعد الجابري شاعر وشيخ ومن ترثية سلايل مطاليق. وجعلكم تسلمون وهديتكم وافية. وانت على ما قال راس مال يا ابو محمد. وانت يا ابو سالم جعلك تسلم. سعيد بن سالم البشري صديق الغالي وخوي وبيننا وبينكم على ما قال صدقة ونسب. وجيتك هنا يا ولد بشر هذه أكبر كرامة ومرحبا والله مسهلة. وانت يشرف بكم وامثالكم. الله لا يهين ويطول عمرك ويبارك لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام الله بالخير. مساك بالخير. اول شيء بنبارك لك يا ابو صالح. الله يبارك فيك وعيالك. تسلم يا طويل العمر والامر السامي اللي جالك. الله يبارك فيك يجعلها على بركه ان شاء الله. اللهم يا طويل العمر معنا لك بشت عدلنا. تسلموا تسلموا. ارحبوا ارحبوا يا الباب. ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا صلى الله عليه وسلم. جاتنا منكم دعوة.
حبينا نبي دعوتكم، جانا منكم، جانا عذر منكم، ولا ودنا حين جينا بفلوس صلاه وسلام، ولكن عبد الله بن عوض عذرنا بالشيء هذا. معنا لابو صالح هديه سيف وبشت من ايام مصر في سلامتكم. الله يسلم رجاك والتزم فينا وفيكم يسمع وافينا على وافي، والله يطول اعماركم. والعود زي ما قال لك رفيقنا الكلام، والله ما اخذنا من رجال لا قليل الله ولا كثيره، وهديتكم مقبوله والله يحييكم. باقي الكلام عند ابو صالح. الله يحييكم يا المسفر، وافين من وافين، هديتكم غاليه وانتم غاليين، وانتم والعطاء وانتم راس المال. مرحبا والله مسهلا. تفضل خذ هديه. الف مبروك. ارحموا مليار في مليار وزاد، وارحموا عند وافينا العهود ودعه يا زربة الحد المخيف. يا هلا عند ما تجري المياه ودعه يا زربة الحد المخيف. مرحبا يا كل غالب نصبه، مرحبا وعدد ما هم من نسيب. عليكم السلام، كيف انتم؟ كيفكم؟ هذا يوم الصحيح؟ كل منكم وحاله؟ كيف انتم؟ الله يعافيكم. يوم الصحيح. صح الله حالكم. كل منكم وحاله؟ لا حالكم شر، مرحبا والله يحييكم على ذي الوجه وغيره. الله يبقيكم ويسلمكم ويطول اعمار. ما دعوتكم يا ركواب. انتم بيضان وجيه. وجهك ومن يسمع؟ عند ولدكم. الله يبين وجيهكم. حبينا نلبي الدعوه من غلاطكم. أنا على طال عمركم رمز محبة درع للنائب محمد بن صالح، عبرنا عليه، هذا اللي جابنا وسلامتكم جميع. الله يسلم رجاك، والتزم فينا وفي نسمع، وافين على وافي، والله يطول أعماركم. والله يطول أعماركم. عمركم إن شاء الله جميل. أول شيء الله يحييكم، مرحبا والله مسهلا يا ولد مسفر. أنت غالي وشايب غالي وربعك غالي، وجيتكم عندنا غالية وهداياكم وافية. مرحبا والله مسهلا ما جيتوه، والله لا يهينكم تعبتوا نفوسكم. أرحب يا أبو بعير، مرحبا مسهلا. أرحبوا مليار في مليار وزاد، وارحبوا عند وافينا العهود ودعه يا زربة الحد المخيف. يا هلا عند ما تجري المياه ودعه يا زربة الحد المخيف. مرحبا يا كل غالب نصبه، مرحبا وعدد ما هم من نسيب. ودعه يا زربة الحد المخيف، مرحبا عداد ما خط القلم، الرجال عندك ما شط القمر. ودعه يا زربة الحد المخيف، بالنيابة عن خوالي. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. يوم الصحيح. كل منكم وحاله. حال بكم شر، كيف انتم؟ الله يعافيكم. طيبين. طاب الله فيكم. كل منكم وحاله. لا حال بكم شر. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. المعنى سلامتكم. من قال اسلم؟ ما دعوه وعزمي. والله ما درينا على ذا الوجه، تنصيب اللي ابو صالح وهو ابنكم يستاهل الطلاقه. عليكم جود. انا عزمي وعلى اساس والله الحال في القبقاه. ولا كان عندنا استعداد. ولا عندنا ما يجملنا ونحمد الله. وافين وافين وافين. والله لقينا بمشوت ولقينا بهدايا وهو يستحق الطلاقه وذا اللي قلنا له سلامتك. الله يسلم رجاك، كل تجمينا وفيك، وافين على وافين، والكلام كلام في محله، والدعوه عزيمه. والله يحييكم تحيه السيف. والله ما علمنا الا يوم وصلنا انا وسمعنا الصوت. وافين جل جل يا ابو سعيد جل. مرحبا بكم الحمير جو. كيف انتم؟ يعافيكم. اعطي الله الصحيح. حالكم كلمكم وحاله. حالكم شر، كيف انتم؟ الله يعافيكم. اعطي
صح الله حالكم، لا حالكم شر. مرحبا والله يحييكم على هذا الوجه وغيره. سلامتكم جميع. من قال أسلم؟ جاتنا دعوة منكم ولا تنعنا عذف الوصول. جينا وقد وصلنا العلم انكم معذرين، ولا والله الحين كان قد نوينا نجيب حاجات معنا، ولكن اللي يقول الله يخلف عليكم ان شاء الله بخير. وسلامتكم جميع. الله يسلم رجاءكم، لا تجي فينا وفيكم، والله يحييكم على ذا الوجه وخيره. يا مرحبا. تفضل الله يحييكم. ارحبوا مليار في مليار وزاد، وارحبوا عدل. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. سل الله يحييكم. ارحبوا مليار في مليار وزاد، وارحبوا عدل.
عليكم السلام. كيف انتم؟ الله يسلمكم. اطيام الصحيح. صح حالكم. كلمكم حاله. حالكم شر. كيف انتم؟ الله يعافيكم. اطيام الصحيح. صح الله حالكم. كلمكم وحاله. حالكم شر. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. سلامتكم جميل. من قال اسلم؟ عيشنا الاكوان. انا جمعنا في صلح له. جماعه قبل اخويا قبل صالح من الظهران. جايين مربين الدعوه ومباركين بالمنصب. ورجلة تستاهل وكفو. معلكم جود. معهم لك هدايا. دلع وسيف وبشت وخنجر. من خفة عدلونا. وزانة تستاهلها يا ابو صالح. وسلامتكم جميع. من قال شالم اول شيء فالله يحييكم يا الرفاق. عطاكم وافي وصفكم وافي وهداياكم جزله. والله يجمل حالكم ويزيدنا بامثالكم. والله لا يهمكم جميع. وتسلمون على كل حال. ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عدنا وافي من العهود ودعه يا زربت الحق المخيف. سلامتكم يا اسمع خذ الرب انا ما غدا انا اجي عند الله ما بعرف ايش حالكم. طيب على سلامتكم. عساكم طيبين. طيب الله من اعماركم. احنا جانا عزمي سلم على كرامه ولا ندري انها في ذا الموضوع ذا كله ولا ذا الزوامل ولا ما احنا من قليل ولا من دليل. ونعم نعم وجيت انا ويا عيالي علمنا ابو شارم نفداه وقال عندنا عشاء وقلت بدخل معكم في العشاء. قال لا والله ما بالله عشاء مسوينها لولدنا ولا عندنا في ذا السالفه، احنا ما هو احنا نطلب المعذره. اول شيء الله يطول عمرك، اللي ما له ماضي ما له حد ونعم يا وانت ونعم زي ما قالك اخونا هو الكلام الصحيح، عندنا كرامه النمانه والله يحييكم تحياتي وتفضلوا تفضلوا حياكم الله. ارحبوا عليكم السلام. كيف انتم؟ طيب مستحيل. كل منكم حال. الله فيكم. طاب الله فيكم. لحالكم شر. من قال اسلم؟ اللهم امين. ونعم نعم وافين وافين. عبد العواني وانشار ومطاليك. معنا قيمة 5000 ريال ويعذرونا على قلها. أنا سمعت جوابكم في الأول ولكن أنا طالبكم في مخلعة مني وصلوني على قلها. حصل النبي يقول لا إله إلا الله. الله يعلم ما تعلمون. الباب مكفول على القريب والبعيد والله يحييكم وتفضلوا. حياكم الله. أمي هم رجالك لا تردون. مرحبا بك. مرحبا يا رجال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ اطيام الصحيح. كلمكم وحاله. كيف انتم؟ الله يعافيكم. طاب الله فيكم. لحالكم شر. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. من قال اسلم؟ جانا عزمي وعزمي ما اخذنا به بال بالمحضر ذا. والله ما حن من قليل كان بيجيب رجال ونجيب ونعم ونعم ونعم. واليوم يا طويل الاعمار انا وانا ماي صالح بن اشول جابر بن عاير هنا معنا الكلف و500 يا محمد بن صالح وعذرنا على كلها. اول شيء الله يطول عمره. كل يا شيبه. وعمره من يسمع صلى على النبي قل لا اله الا الله. صلى على النبي صلى على النبي. والله الذي لا اله ما خذينا من رجال لا ريال ولا قليل الله ولا كثير هم بوجه الله. لا تطولوا على شيء ولا قم ناس. يا ابو حسن. والله عاد هم على رجال لكن يا ابو حسين. والله وجل عندنا خبر. صلوا على النبي. من قليل وان شاب من اول. يا ابو حسين. انت عطاك وافي وجيتكم غاليه انت ولا اللي يسمع. الدراهم قفلين من بابها جيتكم هي العطاء والغلا. مرحبا والله مسلم. انتم ياكم الى مرحبا ارحبوا يا رجال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟
راديو مستحيل كل منكم حالة الله يعافيكم صح الله حالكم لا حالكم شر مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره من قال يسلم وافين وافين معنا بعضهم طلعوا راح الرياض وعندنا ذريض هناك احنا جايكم سلمين وباركين يا ابو صالح وفيهم بجانب احنا عازمينكم باسم صالح كافه ويا سلامة الجميع الله يسلم رجاك فدت منا وفيك اما العزم والله ما طبعا شفت ما حطينا بوجه الله من القريب والبعيد واما يا طويل العمر اذا جيت باب الله يحييكم وافين على وافين ولا طول اعماركم وباقي الكلام يا طويل العمر ابو صالح الله يحييكم سلامة طولت عمر جانا مكم عزمة كلنا مباركين ومشاركين ومهنينة بسلامة يا ابو صالح معنا هدايا رمزية سلامة مني انا وعيالي لك وما من بشت المقتل سالف جانا من دعوة الخاصة قولها طولت عمر كم عدنا غمر بتحاكم اطلب الله ابو الياب انه عند الله ابو الياب هذا يسمعه ولي العرش ولا يسمعه ابو الياب ان الله يديم علينا وعليكم نعمه الامن والامان بظل قيادتنا الرشيده وولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر قواتنا المرابطه على الحدود ومن اراد هذا البلد بسوء ان الله يشغله في نحره كانت ابو صالح زفرك التباريك بمناسبة الثقة الملكية وقول الله يوفقك أنت شيخ على شيخ ووافي ورجال وافي معي لك سيف مني أنا وأخواني إن قدرت تستاهله ونخاف شرف عندنا زايد أعمى تسلمون وتعفون ولا عايزين شر سلامتكم جميع ألف مبروك يا أبو صالح ويعدك من خير في خير أنت ونعم تجمل وتمثل ومن لا تلومنا معي لك هدية سيف وبشتم الغالي تعدلون ما عليكم جود حلها ان معنا طول الاعمار 10,000 شارككم في مناسبتكم معنا هدايا عينيه سيف وبشت هنا كثير تستاهلونها ونخف الشوارب عدلونا سلامه الجميع الله يسلم رجاك والتزم فينا فيك ومن يسمع اول شيء يا طول من الماله ماضي ما له حاضر انت ونعم في المده الاوله اليوم اما يا طول من الهدايا فالله يحييها وما الفلوس والله الذي لا اله الا ما اخذ من رجل ريال لا قريب ولا بعيد هم في وجه الله هم في وجه الله اقول هم في وجه الله ما في ما في الهدايا بناخذها وما الفلوس والله ما تجي ريال لا من قريب ولا من بعيد ما في ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عند وافين العهود ودع يا زربة الحد المخيف يا هلا عند ما تجري ودع يا زفة الحد المخيف مرحبا يا كل غالب نصبه مرحبا ما عدد ما هم النسيب ودع يا زفة سمي الخزمة السلام عليكم
عليكم السلام، كيف انتم؟ الله يعافيكم. اطيب مستحيل. الله حالكم. كل منكم حاله. حالكم شر، كيف انتم؟ الله يعافيكم. اطيب مستحيل. صح الله حالكم. كل وحاله. لحالكم شر. مرحبا والله يحييكم على ذا الوجه وغيره. يسلمكم سلامتكم جميع. من قال اسلم؟ باسم نائبنا علي بن عاوي. ونعم. باسم اهل طرف الذراع الحاضر والغايب. ونعم. جايين مهنيين يا ابو صالح ومباركين. مهنيين لك بالسلامة. ومباركين لك بالنوابة. نسأل الله يعينك. الله على ما يرضي. معنى لك درع رمز محبة. قيمته في معناه. ولا هي في مشترى. وقد سمعنا عذركم بالنسبة للفلوس. ولا كنا مكتسرين. وافين وافين أفداه. سلامتكم جميع. الله يسلم رجالك رجل جنبينا وفيكم وافين الله يحييكم. سلامتكم ويسمع. الله يحييكم ارحموا. واحد يلا. معلومة أبو محمد هو يستاهل. معنا 1000 ريال قيمة مشت. الله يسلم رجاك كل تجن فينا فيهم يسمع جلوا الله لا يهيك فلوس والله ما خذ ريال والله والله لا من قريب جلوا يا شيخ ارحبوا مليار في مليار وزاد وارحبوا عند وافينا العهود ودعا يا زرب عليكم السلام كيف انتم؟ اطيب مستحيل كل منكم حاله الله يعافيكم الله فيكم لا حال بكم شر مرحبا والله يحييكم على هذا الوجه وغيره سلامتكم والله يوفق ابو صالح يوفق الجميع الله امين الله يسلم رجاك وتجن فينا فيكم فيما يسمع الفلوس والله ما اخذنا من رجال ريال لا قريب ولا بعيد والله لا اخذها من اخو ولا من عم ولا من رفيق ولا من قريب ولا بعيد وحبي وجه الله جاي ما قلنا لكم والله اقول جاي ما قلنا الله يعلم السماء الله يعلم الله يطول اعمار الشيء الثاني يطول اعمار هم ربعنا في زواج في الخميس دابا سمعت وافين وافين نفتاح وافين يطول اعمار تفضلوا تفضلوا الله يحييكم مرحبا الله يسلمكم اطيب مستحيل صح حالكم كل منكم حاله صح حالكم شر كيف انتم الله يعافيكم مستحيل صح الله حالكم كل منكم حاله صح حالكم شر سلامه يا ابو صالح ام يسمع من قال يا شباب اثناء دعوه والله يوفقك ومبارك لك وشيخ على شيخ نعم لكم جود ونعم ونعتذر منك سمعنا جوابك ولا الخير واسع وفي شيء واسع وفي والرجال طعمك اسمع الجواب فلا عدا داعي معك وسلامتكم يا اسمع بيض روجيكم والله لا يهيكم مرحبا وتفضلوا تفضلوا مرحبا الخير ارحبوا يا جود الله يبقيكم السلام عليكم السلام كيف انتم؟ كيف انتم؟ اطيب مستحيل كل موكب حاله الله يعافيكم طب الله فيكم صح الله حالكم من قال اسلم ونعم ونعم الله يسمع لك الله يسلمكم ملتزم فينا وتفضلوا والله يحييكم يحييكم سلم وصلتنا دعوة طال عمرك حقيقة أن الثقة هذه وعدنا وجايين مشاركين مباركين رغم الله كف كل شيء لا يبطال لا تعرفوك ولا جدك من أول ومن ثاني الحقيقة وجدنا جانا العلم بدري إحنا نسوي شيء واللي بيني وبينك أكبر من أي والله معنا هدية بسيطة معي مشلح من الرابع معي من الرابع دول اللي تشوف ونقصر شيء يسمنا أما الشيء الثاني والله ودنا احنا عاطين عطاء ولكن سمعنا الكلام ولكن ما عاد في تعرفك يا ابو الحمد لله وافين الجميع والله يحييكم من شتوي لك ولا المنعك وصلوا لافداكم مرحبا مسهلا تفضلوا ارحبوا مليار مرحبا Thank you.
كيف انت يا احمد؟ طيب سلام طافيك ايش علامكم؟ انا سلامت على رايالله في رواد الديره ابو بنواكم ستر الله ولا جاعل. مرحبا والله يحييكم تحيات السيل يا مرحبا. انا سلامت خدمه النرم ما عندنا علمه تبقون منها. الله الله شوف الخبر وافين وافين يا ولد من الولاد تلعبكم في الساحه الطيبه يا ناعم ابو صالح ويستاهل العم الغار. ما عليكم جود ما عليكم الله يوفقه. قال اسلم جينا مشاركين ومباركين الرعاه ختم ومعزومين. اول شيء الله يطول اعماركم اللي ما له ماضي ما له حاضر. معنا 3000 مشاركه. ثاني شيء مرطل بالمعدرك بالزامل عندنا رجاجيل متوفين ورهنهم موجعين لنا لين دور السنه. الله يرحمهم رحمه الابرار الله يرحمهم. معذورين يا طوال العمار وافين اما الفلوس يا طوال العمار يا ابو محمد والله الذي لا اله ما اخذنا ريال حبي وجه الله والما مقفل والله يحييكم وتفرجوا جلوا حياكم الله. صلوا صل على النبي يا ابو صالح على البركه. انت خوي ومطلق ولحيت الغانم انا حالي من حال ربع معينك سيف وانت سيف من نفسك وتستاهل. يا سلام الله يحييكم يا صبيان همدان يا صبيان الحنظل انتم وافين ومنا وفينا مرحبا ومسهلا اعطاكم وافي وهداياكم غالي وزرب على وطن. فانتوا يا اخوان غالين وتربطنا بكم روابط محبه وروابط غلا
جميع النواحي بسبعين نعم ردوا في راس الريح، واللي ما يطلع في راس الريح ياخذ في العز شوي. اعذرتونا وحملنا رساله، حضر منا مجموعه يمثلون الغايبين، ويوم اعذرتوا فقللنا اللي جاء. او اليوم خير اعذرتونا، واللي ما يقبل العذر على سالفه المثل ممكن يقصر. او اليوم اعذرتونا في علوم واجده، وجبنا لكم رمزه هديه، معنا لك يا ابو صالح سيف، ومعنا لك مشلح من الحاضرين نيابه عن الحاضرين والغايبين، محبه وغلا ورمز عطاء. ولا جبنا جديد، انت شيخ على شيخ، وانت محمد على صالح، وصالح على شيبان، والعارف لا يعرف. والله يجمعنا جميعا على ما يرضيه. اما من ثقه ولاه الامر، ولاه الامر الله يعزهم، ولا يعطوا ثقتهم الا رجال مثلك وشرواك، وانت ونعم وربعك ونعم، واللي حوله مثل ذول الغالين. ما هو يمضي كلمه الشيخ ولا الحاضرين الا ربعه المطالي. بيض الله وجيهم، اكرموك وتستاهل، وقدروك وانت صاحب قدر. هذا اللي عندنا وسلامتكم. تسلمون، والله يحييكم. مرحبا والله ما اسحب يا ابو مانع، لا انت ولا ربعك ال ساره، وانتم غاليين ورفاقتهم من اعز الرفاقه. صفكم وافي وعطاكم غالي وعذرناكم، ودعكم تسلمون على كل حال. والله يحييكم وواجيتكم. مرحبا والله ما اسحب. مرحبا السلام. كيف انتم؟ الله يحفظك. هذا يوم مستحيل. كل مكم حاله. حالكم كيف انتم؟ الله يعافيكم. هذا يوم مستحيل. صح الله حالكم. كل وحاله. حال بكم شر. مرحبا والله يحييكم. تحيات الشيخ. اولا فعسى الله يحفظ حكامنا، يحفظ جنودنا. هنا معنا لك ابو صالح هديه. العطاء والمبلغ عارفين، وسمعنا من اللي غيرنا. وعذرنا عليها، ويا سلامة كل يسمع. مقدمين لك عزبي، ودنا بعد منك. والله يحفظ كل يسمع، لا انت ولا اخوانك ولا ربعك. الله يحييكم. تحيات الشيخ يا صبيان الخوال، وانتم وافين، والرجال عنكم مثل 100 رجال. والله لا يهينكم ولا سرت الا على وجهي. الله يعزك ويكرم. انتم لسان وسنان وذروة سنام. الله يحفظ الوجه. نفتخركم طال عمرك، انت ويا عثمان بن العم محمد. الله يحفظ. هديتكم وافية ومقبولة، واللي بيننا احنا وياكم على مصر. مرحبا والله ما اسهل. الله يبقيك، مساكم الله بالخير الجميع. احنا جاتنا دعوة منك يا ابو صالح. تسلم. وبلغت الربع كلهم. تسلم. ولا هم قل قدر لك. انت عزيز وغالي. وشيخ ولد شيخ من غيره اي قرا. عليكم اول شيء مهنيينك بالسلامه. الله يسلمك. الشيء الثاني مشاركين ومباركين. الله يبارك فيك. على تنصيبك شيخ الله الاخوان. الله يبارك فيك. وربعك ونعم، وانت ونعم، وامامك ونعم. عليكم زود. معنا رمز هديه، ولا والله ما ذاب عطاك ولا مدلي. تسلمون. لكن قلت حنا نسمع الكلام. ارحبوا مليار في مليار زاد، وارحبوا عندنا ما فينا العهود مانعه، يا زربة الحد المخيف، يا هلا عندنا تبني المياه. كيف انتم؟ الله يعافيكم. هذا يوم مستحيل. صح حالكم. كل مكم حالة. حال بكم شر. كيف انتم؟ الله يعافيكم. مستحيل. صح الله حالكم. كلكم وحالة. حال بكم شر. سلامتكم وطولة اعماركم وخدمة. من قال يسلم؟ يانا شرف دعوة منكم يا الكوان، ولا كان لنا في الوصول عذر، وقبلنا عليكم مسلمين ومباركين لكم على سلامة الشيخ محمد بن صالح بن الحادث اللي حصل عليه هو واهله.
والحمد لله على سلامته، والله يحول عليه وعلى كل مسلم من كل شر. ثاني شهر جايينكم مهنين ومباركين على تنصيبه نائب لقرية الملحة خلفا لوالده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وخير خلف لخير سلف، وأسأل الله يجعلها على مرضات الله. معنا لكم هدايا رمزية تدل على المحبة والتقدير فيما بيننا وبينكم يا الأخوان، عبارة عن درع في هذه المناسبة وتنصيبك يا شيخ محمد بن صالح بن شيبان، وبشتين على كتفك نذرا عليك من الحادث اللي حصل عليك، والله يعافيكم وسلامتكم. تسلمون يا الفروان، والله يصح لسانك يا ابو معاذ، وانتم رفاقة غالين ووافين وتاج راس، وصفكم وافي وهداياكم غالية. مرحبا والله مسهلا، واللي بيننا أكبر من الشيء ذا كله، والله يحييكم ومرحبا. الله يسلمك. يسلم دلوقتي مشاركه في حفلكم يا الاخوان.
حب ناس عزمي باسم السحاب بمناسبة تنصيبك وبمناسبة سلامتك لنت ولا ربعك، لأنك رجال تستاهل وفيك خير، خوتك ترفع الراس وعلمك مع الناس ما وفيها بقاكم لنت ولا بني عمك. طال بقاك ولا عد مراك يا ابو صالح لنت ولا ربعك الاسحامي، وافين وغاليين اللي حضر منكم ولا اللي غايب، جيتكم وافيه وصفكم وافي والهدية غالية ومرحبا والله مسهلة، وهديتنا على ما قال جيتكم والله يحييك. معنا عظم شاركة، معنا عظم العظم 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 مقفول جعلكم تسلمون، واما من العزومة بيننا وبينكم على ما قال مؤجلة ولا نقول شيء والله يحفظ. مرحبا بكم، ارحبوا يا رجال. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيك. قد يوم الصحيح. طيبين. كلمكم بحالة. الله يحييكم، مرحبا بالخير. بالخير. ابو صالح عزمتنا. الله يعيننا وياكم. على لك هدية. جعل لنا شيء قصر وسلامتكم. تسلم تسلم يا ابو سلمان. مرحبا والله يحييكم. ولا منكم؟ احنا ما غدينا ولا جينا عند الله، ما بعلم. ايش حال الجميع؟ طيبين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يعز دولتنا وحكامنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على خط النار. اللهم آمين. الذي يسهرون ويتلقون جميع المتاعب والمصاعب، ونحن في احتفالاتنا وفي فرحتنا وفي كل ما يكون لنا فيه صلاح. الأمر الثاني، جاتنا عزومة عادية، وحنا الحمد لله من رجال لا من قليل ولا من ذليل، انا جيت ما بل انا ويا عيالي على انه عشان عادي، ولا الرجال بما قدره عواني وفيه مثل الاجتماعات ذي، ودي الرجال انه يطلع بمظهر طيب، اول شيء عز النسيبة اللي قدامه عانية، وثاني شيء شرح الله هو بنفسه. الان لما رأينا الامر غير اللي احنا متوقعينه، دعينا الجماعه رجال يام الله يبين، نعم 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 برزنا وقطوا الجماعه هنا 15,000 وهنا بشت وسيف من عوانيكم اليامية، حاضرهم وغايبهم، ماني الا خدام لهم بالكلام او سلامة الجميع. الله يسلم رجاك، يلتزم فينا وفيك على ما ذكرت، يا طول العمر السلامة. أكثر القبائل اللي جونا والله يا طول العزم، عندنا كرامة ليلة الجمعة بالخط العريض، كل جونا الله يحييه. أما يا طول العمر فلوس، اسمع خليك معي يا أبو طلال، معك مع الله. أما الفلوس يا طول العمر والله الذي لا إله إلا هو، حلف المؤمن إنما أخذ لا قليل الله ولا كثيرة. وأما الهدايا يا طول العمر فلا حب ردينها، والله يطول أعماركم، حفي وجه الله. أهلا
من الفلوس عن في وجه الله وجل ما يحييكم. صلوا على النبي. اول حاجه لا اله الا الله. لا اله الا الله. اول شيء انتم يا وجيه العواني وافين غالين من اغلاه، احنا وياكم شيء واحد. انتم يا رجال المعله طلع ما في مفصل، ونتشرف بقربنا منكم وبالنسب وبالعنوة اللي بيننا احنا وياكم، لا الحاضر منكم ولا الغايب. وانت يا ابو طلال نسيت وغالي، ولا عزومة اللي جتك اشتركت عزومتين، ما عزومة بمناسبة سلامتنا انا ويا عيالي من الحادث، والجماعة حطوها عزومتين في وقت واحد. انا كان قد اعذرتهم من اول الزمان وعيوا الا يحطوا كرامتي بمناسبة الختم، والان عطاكم وافي وجيتكم وافية وجعلكم تسلمون. اما من الدراهم والله ما خذينا من حد ريال، انا يا محمد خاصة، لا من عم ولا من رفيق ولا من اخ، جيتكم هي الغلاء وانتم راس مال، جعلكم تسلمون. الله يسلمك. أول حاجة في الحادث على والله ما عندي فيه، هذا أمر. الأمر الثاني ما عاد حن قاعدين نتطاول حنا وياكم، ولا حن بطلق من اللي وافين اللي وافين عطاكم وافين رديتوا على بعض عطاكم تسلموا. خلوا الله على وطن وانتم 70 نعم ما عليكم زود جينا على مقال الحاكم.
اسامي رجال قدامنا بيضان وجيه. ما في حاضر مع بني عم، مع بني عمي يا للبيت اجمع سنام وصبيعي وصفهم يزيدنا وصفنا يزيدهم. ما في يقول يا الله ينصر حكومتنا ويمن وطننا. آمين. بعدها يا سلام الله على كل غالي يوم جانا نباكم في عجبكم حضرنا وقال سالم على الطولات من اول التالي وغير قصور في باقي القبائل دعوة الغالي تول محتفى بغالي مبارك لك يا ابن شيبان وانت من شيبان ساصديق من يوم الله خلقك وخلق بيك قدامك والقبائل كلهم يعرفونكم عواني لكم ويحبونكم في الله. وفينا اليوم رمز بسيط معنا على مقال الحاكي مع شيباننا رمز هدية بشت تستاهلها وانت تمثل بني عمك. الامر الثاني نقدم لك عزمي بسقي مثال سالم زود على السمن عسل على كلام ربعنا البيت بنزيد على مقال الحاكم من غلاك وانت فرق في قلاك لك والد من عنده سالم وانا بقبوله منك لا انت ولا جماعه وطلب من الوجاج ما يجيبك عذر وطولت عمرك. عمرك يطول ولا طال بحشر الله يحييكم. البيت غالين ووافين وال سالم غالين ووافين وكلكم عينين في راس وعواني لا من اول ولا من ثاني وعذركم سمين وجيتكم غالية. أما من الدراهم والعزومة بابها مقفول وحنا وياكم متلاحقين واللي بيننا أكبر من الشيدة وهداياكم غالية وجيتكم غالية ومرحبا والله مسهلا سلوا نفتح أرحب مليار في مليار إنسان. شيء نحمد الله على نعمة الأمن والأمان ونعمة الإسلام فلولا الأمن والأمان لما دامت الأفراح والمناسبات. جدنا دعوتكم يا الأكوار ولا جنة عذر دون الوصول وعذركم سمعناه في بداية العزومة وقبلناه معنا لكم هدايا سيف وشنطة طيب العود إنها كثيرة تستاهلونها وإنها قليلة تعذرونها هي قليلة في معناها ولكنها إن شاء الله كثيرة في المعنى. سلامتكم جميعا تسلمون. الله يحييكم يا الرفاقه فتويا الحسين وافيين ومن اغلى الرفاقه صفكم وافي وجوابكم وافي وهداياكم غالي. واختصرنا والله في عدد الربع علشان مراعاه للمكان. والله يحييكم مرحبا والله مسهلا. الله يحييكم تحيات السير ومجيتوكم زلوا علي وطاكم الافتاح مرحبا والله مسهلا. وجهك ابيض وسلم على ابو صالح. انا والله عندي حفل عند الفرصان واعتذر منكم جميعا ونفتر جيونكم. الحب مليار في مليار زاد والحب عند وافي للعهود ودعه يا زربة الحق.
قد يا مستحيل صحه كل مكم حاله حالكم شلون كيف انتم الله يعافيكم يا ابو مستحيل صح الله حالكم كل مكم وحاله لا حالكم شر مرحبا والله يحييكم تحياتي الزين يسلمكم ويمشيكم على خير اللهم امين وش حالكم افداكم الله يطول اعماركم طيبين يلا حيهم بركه يا ابو صالح الله يبارك فيك اول شهور ان الله يوفقه ويا يسر امره يقول اسلم معنا له بشتم من الوالد والوالد يستعذر منكم لاجل ظروفه الصحيه أبو زايد أعمار وافي أبو عواش والله ليهيك عطيتكم غالية ومرحبا والله ومسهلا والله ليهيك عود أزرق والدلال مرحبا يا تاج راسي والعقال وادعه يا زفت الحق اللهم امين واجعلنا وياكم مقبولين عند رب العالمين اللهم امين نحن وياكم يا الاكوال عواني واخوان المقصره واهل ديره واهل العلوم الغانمه ان شاء الله انتم عندنا غاليين الحي والميت وشيبانكم قد تعبوا بعلومهم الزينه اللي الله يجعلهم من ضفار الجنه اللهم امين يرحم والدين جابوك احنا جينا مشاركين تخبرون الناس والله به مناسباتنا الليله والناس مشتركين معنا سيف ابو صالح والفين ريال مشاركتين في طيب ضيفان ولكم كرامتين عندنا قالك والنكام عندنا يا الهضمان وقباينا ما في ما في او يا سلامتك الله يسلم رجاك ويجزم فينا وفيك اما الهدية شيخ حسين نفدى وجهك اما قبولة واما الفلوس الله الذي لا اله الا هو احنا المؤمن اما اخذنا لا من قريب لا من اخر ولا من رفيق ولا من بعيد رياض الله يعلم ما تعلم أما الهدية مقبولة وأما الفلوس يا طويل والله ما خذينا أن الله يعلم ما تعلم أو فيها سلامتك وأما العزم يا طويل العمر السلامة ما جمنا الحد وفيها سلامة الجبل صلى الله اللهم صل على الهدية حين وإياكم حين خابرين أنتم والله من تشبين في خلق الله كله ما عليكم تود نفت وجه من وفاكم من طيب لكن والله أنها رغبتها وافين 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 يا اخوان مشاركتنا وتنعزمونا ما فين يا شيخ حسين ما فين انت والاخوانك ولا ربعك جينا في كرامتك الله يطول عمرك الله يطول عمرك لو توجهك والله ما انعزمنا الرجال والله ما انعزم الرجال لا قريب ولا بعيد وفي سلام وسلم عليك مرحبا مليار في مليار زاد مرحبا عاد ما فينا العهود ودعه يا زربت الحد المخيف أول شيء الله يعيننا وياكم عديم اليمين الله يكفانا
شر المذنبين وقال الدين الصادق رب العالمين. مرحبا والله يحييكم بالقريب والبعيد. أما يا طوال العمر عشاك بالليلة والله يحييكم على قعودين وعلى خروفين بمناسبة يا طوال محمد بن صالح بن شيبة. ثاني يا طوال العمر والسلامة معنا لك درع يا محمد بن صالح، ومعنا لك بشت ومعنا لك سيف. انهي قلت يا طوال العمر اسمنا على قلها وانا كثير والله ما يبعد عنك شيء. أبي يا سلامة الجميع. أول شيء فالله يحييكم يا رفاقة يا شيبان يا خواني وتاجر على راسه. أنتم الدرع وأنتم السيف براني زين الأبكم والله يحييكم وما جيتوبة. كلم يا أبو كلم الرجل مالك هديه. المعنى سلامتكم جميع. أنت يا أبو صالح الله يبيض وجهك عندنا ولا عند القبائل كلهم. هذه علومك كلها غانمة عندنا، حبينا ظلمك علاوة مع اللي جينا به من ربع، مع الف بشت ومع الف طيب. هاو سلامة كل يسمع. اسلم يا بركان، وافي رضيت وافي. سلم على النبي. اول شهور فطلب الله وقولوا يا الله، اما طلب الله وقولوا يا الله، ان الله يديم الستر على ذا الوجيه، وان الله يعز دولتنا الرشيده، وان الله ينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، قولوا على امين. الامر الثاني مرحبا في مرحبا بضيوفنا كلهم من بعيد وقريب، ومن غلاهم دعيناهم يا مرحبا مليون من بعيد ومن قريب باسم الاكوان الحاضر والغايب. الامر الثاني فانت يا ابو صالح ذروه سنام ابن عم غالي ترفع الراس، ابوك صالح بن شيبان وجدك شيبان اللي معروف في شرق البلاد وغربها. هديتي انا يا ابن عمك خلفتي مع ابن عمي وهنا لك مشت غالي مني يا مجثل بن سالم، ولا قل العظمة قل الغلا، وهذه معي الا رمز موده وغلا وسلامة كل يسمع. قال سالم انت ابيض وجهي يا ابو سالم، صرفات كلهم غالين. سلامتك يا ابو صالح، معنا لك درع من بزيك وعذرنا عليه وفرقتي مع الربع. اسلموا يا ابو جابر وانتم درعنا وحزامنا. صلوا على النبي. جميل الرجال ما حد يربيهم. انا جاني هدايا ومبلغ مالي من الشاعر سعيد بن جبران آل الشريف. الرجال جاء خوي اللي أنا مبارك من معيد، وجانب بشتين للشيبان لأبوي وعمي معيد، وجانب سيف لك يا محمد بن صالح، وجانب 10,000 قال طيب لضيفاننا، وبغينا نعين منها كلها محمد الله وعي الرجال. استقبلنا هدايا ومن ضمنها السيف هديتك وعينا من الدراهم، وباقي المعاني ابو صالح انت لنا وحلك وسلامة كل يسمع. سلام يا ابو سعيد اجوابي وبدل لعض الهدية اجوابي وبدل ياسر. ارتاحوا ارتاحوا على وضعكم الله يحييكم ارتاحوا. على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، حياك يا من جيتنا اليوم لاغي الدار دارك وانت ضمن الجماعة، ما قصروا الاخوان والكل واغي بك رحب وترحيب يطرب سماعة. سلام الله يهدى ما اقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المزن سحب سقى الاشجار والزرع الدفينة. سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا يا من أتيتم حفلنا. الفجر أشرق باسما والنور لاح بأرضنا، فمرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. ونقول لكم نزلتم أهلا ومطئتم سهلا، أهلا بكم حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر، البدر أمسى مشرقا بقدومكم، والليل قد حل مضيئا يسفرا. ضيوفنا الأكارم، أيها الحفل الكريم، نبدأ
ومع آيات عطرات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم عبد الله بن سعيد آل شيبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كلمة ومع الشيخ محمد بن عبد الله بن كعبان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله. نسأل الله بعد هذا أن يعز الإسلام والمسلمين ويعز دولتنا ويرفع مقامها. وفي هذه الكلمة قبلها نقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دام الله عزه ولي العهد محمد بن سلمان ولكافة الأسرة المالكة من الأمراء والأخوان والأعزة. وبعده يطول الأعمار تعلمون بعادات القبائل وسلوم العرب لفيتوا في حفل للشيخ محمد بن صالح بن شيبان على سلامته من الحادث وعلى استلامه الختم اتباع لما سبق عليه أبوه وجده وهم وقفوا للعلوم الغامة والحاضرين. وأنا من هذا المنبر أتكلم باسم نفسي شخصيا وفي خدمة قبائلنا وادعة كافة على رؤوس المشايخ الشيخ علي بن عبد الله بن كعبان والشيخ راشد بن مسفر أبو حافظ والشيخ مشعوف بن حامد المحضي وبكافة قبائلنا والعزبي شامل من قبائل وادعة. لكم يا الأخوان والضيوفكم من يام وقحطان ومن القبائل اللي ألفت من كل قبيلة لا أخصص بكل اسم على راعيه ولكن الدعوة شاملة بعزبي لكم وكرامة تكون يوم بكرة لرغبتكم أن بغيتوها غداء وكبة فسحة ولا في العشاء وفي هذا المكان. ولا أتكلم كخدمة لأكبر مني سن والقضية واحدة وحنا كبار قوموا علينا حق كبير لفوا في الرجال منهم ابن هضبان ومنهم رجال كافة ولا نخصص على شخص على الثاني. القبائل اللي حضروا كل رجال يقود قبيلة ولا من قبيلة القفو تكلم الضيف وترد الغلا وتبني الملف عليها. فلا تكلمت وأرجو أن تقبل دعوتنا والكلام هذا يخص الكبار وعلى راسه محمد بن صالح بن شيبان وكافة الأخوان الدعوة لهم وضيفانهم والكافة باللفة في هذا المجلس. وإذا نسينا في شيء ولا فلا يكمل له وجه الله. والدعوة خالصة ولا قمت برأي الشيبة كلهم وبموافقة قبائل الوادعة والعزمي ما هو من شخص عن الثاني. العزمي من قبائل الوادعة اللي ألفوا على هذا المكان وعلى هذا الحفل وعلى هذه الضيفة وإحنا كلنا رأي واحد وحال واحد. وأنا تقدمت خدمة للشيبان ولا إن الرأي واحد في الحال واحد والكرامة واحدة وإحنا رؤوس عرب علينا حق ولنا حق. أرجو الموافقة وبدون أي اعتذار والدنيا كلها نطوط فيها يا خلق الله كلنا.
واسونا بفرصة بكرة والموافقة وسلامتكم، وانتظر الخبر منك أجيب الشيء ما ربك وضيفانك. سلامة الجميع. صلى الله النبي. أول شيء يا طوال العمر والسلامة، العزم يخصكم يا ضيفان، أما حن يا الأخوان يحرم علينا كما تحرم البنت على أبوها. هذا لربنا وجماعتنا والله يحييكم. أما الباقي الضيوف فعذركم عليهم، عذركم عليكم، أما حنا يا الأخوان فأبدا نعتبر واحد ما عنده اثنين، ولا يطول أعماركم مرة واحدة ولا شيء. الله يطول أعمارك، الله يطول أعماركم. وافين حنا محبين والشباب كلهم محبين وقبايلنا محبين. الله يوفقكم والله لا يهينكم، وبيضان وجيه بيض الله وجيهكم. بيضان وجيه مساكم الله بالخير. أولا فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هذا الليل ليل مشهود، أنه يجمع ذا القبائل من كل قبيلة مشايخ وأعيان، وعزمت يا وانعة وانت يا همدان رضان وجيه وسميع النعم، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. وفيه رجالا خارج من نحن وياكم همدان، اللي هم قحطان واللي خارج منهم وحملوني مسؤولية الكلام، ولا لي عذرا عليهم، ولكن افتحوا لي المجال وقالوا ابد. أو اليوم أنتم يا همدان بيضان وجيه، والله يكثر خيركم، والناس مشغولين، والكرامة الليلة نعتبرها أنا من وادعة كافة. ونبارك للشيخ محمد بن صالح بن شيبان على الختم وعلى سلامته وعياله باسم الجميع، ونسأل الله في هذا الليل الطيب أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويعز دولتنا وينصرها على كل عدو، حم فيها من وأمان وخير في هذه الدولة اللي حقنت الدم وأمنت السبيل واشبعت الجائع وأمنت الخائف، ولا تبى منا إلا شكر وحمد لله سبحانه وتعالى، وثناء دولتنا ووقوفهم معها بالسر والعلم لما تقوم فيه، في تسعى جاهدة وتبذل كل غالي ورخيص في سبيل الأمن وفي سبيل العزة والأمن والأمان للمواطنين. فنسأل الله أن الله يعينه، وحن عهد الله سبحانه وتعالى، وحن واحدة من الشعب السعودي، وعارفين يا ذا الناس أن الشعب السعودي كله مخلص دولة الحق ودولة العدالة، ونسأل الله أن الله يعينه ويجمع شامله. ويا من أراد وطننا ومواطنينا وشعبنا بأذى أو أذية أو تفرقة، أن الله يسلط عليه ويلزمه في ذنبه. وهذا إن شاء الله دعاكم يا مسلمين، وأمنوا على ذا الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، يا سلامي على من جالنا عالي، مرحبا يا هلا والفين ترحيبه، كاسبين الفخر للطيب عنواني، وفدهم لا لفا كل يهليبه، مرحبا الفين يا دربين ليماني. لجلكم غالي المذخور نسخيبه، ويطيب لنا أن نستمع الآن لكلمة القبيلة، ويلقيها نيابة عنهم نائب القبيلة محمد بن صالح بن شيبان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ ما بين السماء والأرض، فالحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان والأمن والأمان، والحمد لله أن جعلنا من أهل هذا البلد الحرام، وأرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا أشرف كتبه، والحمد لله
بل وهبنا حكاما عادلين فضلاء كرماء يحكمون شرع الله تعالى وسنة نبيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الأكارم من مشائخ ونواب وأعيان ومسؤولين أعزاء على قلوبنا، حضرتم لمشاركتنا أفراحنا، وتكبدتم عناء السفر وبذلتم أموالكم وأوقاتكم، فالشكر لكم والشكر الجزيل لكافة قبيلة آل كوان الذين قاموا بهذا الحفل والتكريم، وقد غبطوني باجتماعهم المعهود وكرمهم الحاتمي. ولا غرابة وفي مقدمتهم العم الفاضل الشيخ محمد بن شيبان حفظه الله وأطال بقائه، ولا غرابة فهم أحفاد شملة الكوالي رحمه الله الزعيم والشجاع، الشجاع المقدام صاحب السيرة المتميزة مع قبيلته وادعة الكرام، والذي نشأ في قرية الملحة قبل 400 عام وخلف الأشاوس من الرجال الأبطال أمثال الشيخ شيبان الكوالي صاحب السيرة العطرة، والذي يعد من أعلام الرجال بكرمه وأمثاله وشجاعته رحمه الله. وكذلك أبناء عمومته الكرام، ومنهم الشيخ عوض بن جابر الكوالي صاحب الخلق الرفيع والأدب والدين رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك بيت الشعر ومنبعه الجد والشيخ سعيد بن عسكر الكوالي رحمه الله، وحاتمي القبيلة الشيخ جخدب بن سالم الكوالي رحمه الله، ولسان القبيلة وحكيمها وشيخها والدي الشيخ صالح بن شيبان رحمه الله. كل هؤلاء كلهم خلفهم شملة الكوالي رحمة الله عليه، وكافة أبناء القبيلة الفضلاء. أيها الحضور الكريم، ومن هذا المنبر باسمي وعن أهالي قرية الملحة كافة وقبيلة آل كوال خاصة، نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير المحبوب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ونائبه وحكومتنا الرشيدة، عهد الولاء والطاعة في المنشط والمكره، في اليسر والعسر، في غير معصية الله سبحانه، وندعو لهم بالعز والتمكين، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها، ومن أرادها بسوء أن يشغله بنفسه ويجعل كيده في نحره، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا الغالية، وأن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويعجل بنصرهم، والله الموفق. ونشكر الحكومة الرشيدة، ونشكرهم ثانياً على الثقة التي أولاني إياها في خدمة جماعتي وقبيلتي، والله من وراء القصد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء، الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون الجامدة وتصلح الأعمال الفاسدة. وأما الآن مع كلمة توجيهية وموعظة بليغة مع الشيخ سالم بن محمد بن كزمان، فليتفضل. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وجمعنا الله وإياكم في مناسبات الأفراح، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين آبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أيها الأحبة، نحن في فرح بتنصيب أخونا محمد بن صالح بن شيبان، نسأل الله يبارك له. والفرحة متواصلة، قد سبقه بعض الشباب الذين نصبوا في هذا المنصب، منهم الشيخ سعيد بن عازب، ومنهم علي بن سالم، منهم علي بن عاوية أبو هتلة، وغيرهم وغيرهم من الشباب. حقيقة فرحنا أيها الأحبة، هذه الدماء الجديدة التي نؤمل فيها الخير، نؤمل فيها بناء الغد ومواصلة ما بنى الشيبان رحمهم الله تعالى وعافى من بقي منهم. أيها الأحبة، هذا المنصب تشريف وتكليف، هو تشريف لهم يستاهلون، وهو تكليف لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته يدخلون تحت هذا الحديث، فهم مسؤولون عن رعاياهم. ليس الخاتم أيها الأحبة ولا الرئاسة ولا النيابة ولا المشيخة أنها مسؤولية فردية، إنها مسؤولية تكليف بجماعتك، أنت مكلف بجماعتك في حدود طاقتك، في حدود استطاعتك، في حدود مقدرتك، في جماعتك الضعيف، فيهم الفقير، فيهم الأرملة، فيهم المطلقة، فيهم المريض، هم يحتاجونك ويحتاجون هذا الختم الذي أعطتك إياه الدولة بأن تفعله في غير مخالفة النظام وفي غير مخالفة شرع الله أولا وغير مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تفعل الكثير. نحن ننتظر من هؤلاء المشايخ الجدد والذين سبقوهم، ننتظر منهم وننظر ماذا يفعلون وماذا يخططون وبماذا يفيدون قبائلهم ورعاياهم. إنهم يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأحبة، طلعت علينا قنوات ودعوات تثير النعرات القبلية والتفرقة الجماعية، ونحن بحاجة في هذا الوقت أن نتحد ويبقى صفنا واحد تحت قيادة ولاة أمرنا وفقهم الله. الجميع يحدق بنا من كل حدب وصوب، يريدون تفرقة كلمة هذا الشعب المبارك، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. نحن الآن أيها الأحبة بحاجة أن نتوحد وأن نتآلف، كلنا شعب واحد وكلنا يد واحدة وكلنا صف واحد. النعرات القبلية، القبيلة الفلانية أحسن منها الفلان، هو الفلان أحسن منها الفلان، هذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها تحت قدميه يوم فتح مكة، داسها برجله صلى الله عليه وسلم، وقال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. قنوات أيها الأحبة تثير النعرات القبلية، وحصل قتال وحصلت فرقة وحصل زعل بين الناس، هذا ما يريده أعداء الله سبحانه وتعالى بهذه البلاد. نحن ننتظر من المشايخ والنواب وفقهم الله أن يجمعوا الكلمة، أن يزيلوا الفرقة، أن يبعدوا عنا حمية الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنفاها وطرحها وقلاها وكرهها وحذر أمته منها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يسددهم، كلمتهم مسموعة عند ولاة الأمر، فما جاءت هذه الختوم إلا ولها ما بعدها، فننتظر منهم الدور الفاعل. نسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يغفر لنا جميعا في هذه الليلة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد. الشعر ديوان الأدب وديون العرب وفخر العرب، وبه تغرب الأمثال ويفتخر الرجال على الرجال، وهو قيد المناقب ونظام المحاسن. والآن مع الشعر والشعراء ومع قصيدة ترحيبية مع الشاعر عوض ابن مجثل الكواري.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير الجميع ورحبوا يا ضيفان، ترحب السهيل ونجم السهيل مما مشاكم اليوم الفاكم في حفل تكريم ابو صالح. ابو صالح رضي جمجمل وعلمه قال وقال خير خلف الخير سلف. الشيء الثاني معذره من شيباني الشعار قصيده ترحيبيه ولا ما كان تعديتهم. يقول حان ما جوب القصايد وجال الشعر كيف، حان ما جوب القصايد وجال الشعر كيف، نظم القيفان والجزم نطقطف من جنا، حان ما جوب القصايد وجال الشعر كيف، نظم القيفان والجزم نطقطف من جنا، دون ربعي ما تعذر ولو ظرفي كليف حلف لثبت وجودي وشد الانتباه، دون ربعي ما تعذر ولو ظرفي كليف حلف لثبت وجودي وشد الانتباه، باسم ربعي باسم ربعي صوم شبله ترى الحد المخيف، روس من تنزل الحد الاقصى وتحمى لابتن تارد على الموت ما ترجع بكيف ترث العود المسمى عسى الجنه جزاء. سطر التاريخ فعل حمى عين الحبيب مجده ذكره يخلد على مر الحياه. مرحبا مرحبا بضيوف نعد براق الخريف نو تندن درعتها وهم الغزر ما. مرحبا في ليلة ما لها ند وصيف محفل يجمع رجال لهم وجه وجاه قدركم فالعود الازرق يساد لكل ضيف والحشو فوق الصواني ويا مال الغناء. الوفا الوفا طبع النشامه على العقل النظيف والشي اللي عند المطاليق ما تكسر الطاق. الوفا طبع النشامه على العقل النظيف والشي اللي عند المطاليق ما تكسر خطاه. شيدوا شيدوا ربعي هل العز ميقاف شريف يستحق الطيب رجل ينوم سنان باه ابن عم مفلقة سعد من هو له حليف فسعت المظلوم للي شكى الوقت وغذا. يا محمد يا محمد سيف عز ما هو بنيات سيف، سيف عز من ذلم يضرب وجه العدا. اشتاد 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 جدك وحنا لك رديف درع جنبك فالشدايد مطوع تلعصار. اشتاد اشتاد جدك وحنا لك رديف درع جنبك فالشدايد مطوع تلعصار. جدك اللي يكرم الضيف فاليوم العصيف ناس الشيبان المسمى وللعاي العمى عطر الله قبل عود كما الضلع المريف. سيرته بيضة مع الناس في كل اتجاه سكت قافي باسم ربعي ولا فينا ضعيف شاعر الا من تقدم رفيع مستواه. المثايل المثايل ورث جدي وحنا له خليف ما استلفنا قولها من سواليف الرواه ماسكين عنانها نسخر الشعر العسيف بيت شعر معتلي والجزاير محتواه. المثايل ورث جدي وحنا له خليف ما استلفنا قولها من سواليف الرواه ماسكين عنانها نسخر الشعر العسيف بيت شعر معتلي والجزائر محتوى. والله يعز الوطن في ذرى السيف الرهيب تحت راية قائد الحزم طال الله بقاه. سلامتكم جميعا. الله يصح لسانك ابو مجثل والسامعين. والان مع قصيده ومع الشاعر جبران بن جابر المسعود الوادعي فليتفضل. الله يمسيكم بالخير الجميع. مبارك اخونا الشيخ محمد بن صالح بمنصبه وله قريب عليه ورث لابوه من جده ويستاهل ابو صالح والله يقويه ويعينه. يا الله يا اللي ما غيرك عبدنا ربي ولا غيرك مبدا ومعبود. الواحد اللي ما غيره سجدنا امنت به في كل حاضر ومفقود. يا هاجسي نبغى تجمل وعدنا مبغى مع الوافين شرها ومنقود. يا هاجسي ودي تجمل وعدنا مبغى مع الوافين شرها ومنقود. لولا غل الداعي وربعه قعدنا ولا ثنين الجهد والحال مجهود. لولا غل الداعي وربعه قعدنا ولا ثنين الجهد والحال مجهود. أهل المقام اللي سعدهم سعدنا، أهل المقام اللي سعدهم سعدنا. ربع لنا في ساعة النقص والزود سلام
سلام يا الاكوان لقصة ولدنا تسليمة فيها شذى المسك والعود سلام يا الاكوان لقصة ولدنا تسليمة فيها شذى المسك والعود سلام أحلى من ثمر كل مدنى ولد وطيب من جنا كل عنقود وسلام للي قبل واللي بعدنا قوم اللفوا للحفل أفراد ووفود في حفل ربع من غلاهم قصدنا نظم تقافن يعجب العين ويزود في حفل ربع من غلاهم قصدنا نظم تقافن يعجب العين ويزود يستاهلون أبيات شعر نشدنا نوادر ما بين عنبر وكمبود يستاهلون أبيات شعر نشدنا نوادر ما بين عنبر وكمبود طيب اللي بن صالح محمد وجدنا يستاهله وافدنا باب منبع الجود أما حيوها ولا هميتوها أمر طيب اللي بن صالح محمد وجدنا يستاهله وافدنا باب منبع الجود شيخ ورثها ما خذها بهدنا جده وجد أبوه والعلم مشهود ما هو من اللي خادنا العلم خدنا ولا توسط عند حامد ومحمود هذا مكان له على ما عهدنا ملك لأبوه وارثه من بعد عود هذا مكان له على ما عهدنا ملك لأبوه وارثه من بعد عود لعل من ورثه جنات عدنا ولعل من هو وارثه يكسب الفود وانت يا ابو صالح بطيبك شهدنا صحايفك بيض ولا بينها سود ربعك دعونا من غلاك ووفدنا في محفل طيبه ظهر زود في زود ربعك استادت شرق مشرق بلدنا دعوة الكوالي حد سيف وشباعود ربعك استادت شرق مشرق بلدنا دعوة الكوالي حد سيف وشباعود واليا مدحنا ما نقصنا وزدنا العلم له تاريخ وامجاد وشهود ولا هم بحاجة كلام حصدنا ولا به وجود الله وقدامه وجود وحنا سندكم مثل ما انتو سندنا لا صار بين القوم ظاهد ومضهود وحنا خوانكم ولدكم ولدنا وكني اخوانكم كم من المسعود لا أنت وحنا خوانكم ولدكم ولدنا وكني إكوالي وكمكم من المسعود وباقي قبائلنا عمدهم عمدنا مثل البيوت الطنب بالطنب مشدود وباقي قبائلنا عمدهم عمدنا مثل البيوت الطنب بالطنب مشدود نتبع شيوخ الأحمر الموت تدنا متوارثين العز من ماضي جدود دعوة عريعر كل حف وصدنا أهل قنا وأهل خيول وبارود دعوة عريعر كل حف وصدنا أهل قنا وأهل خيول وبارود يشهد لهم عد الحروب وعددنا يوم أصبحوا الأتراك فاقد ومفقود قالوا علينا العار عار المهدنا ما يقفون الترك في مركز العود وشادوا بهم كل القبائل وشدنا والفعل معروف ولا عنه منشود وقالوا عليكم يا الطامي عقدنا أماننا يا محتمين آخر الذود ودعوى الكعبان كواسر هددنا ودعوى الكعبان كواسر هددنا أحرار ما كره على النايد الطود والجد متخوزق ولا له جحدنا ومن مثل بن كعبان ما هو مجحود والجد متخوزق ولا له جحدنا ومن مثل بن كعبان ما هو مجحود شرابة الدم الحمر لا وردنا فرسان في الميدان شيبان ومهود ومقرع حقوق القوم شيمة وعدنا ابن المحر الساس ظفرين وسدود ومقرع حقوق القوم شيمة وعدنا ابن المحر الساس ظفرين وسدود لا كبرة القالة صلاهم نجدنا تكفون قام العود يضرس على العود لا كبرة القالة صلاهم نجدنا تكفون قام العود يضرس على العود وحل العقد من حبلنا اللي عقدنا ولا يعارض حلهم كون مقرود
يا هاجسي عن موطن العزة فدنا، يا هاجسي عن موطن العزة فدنا. حب الوطن في خافقي ما له حدود، قال الوطن سايد وحن فيه سدنا. في ظل سود ضاية في شرى سود، كواسر صانوا لنا معتقدنا. وحفظ الوطن من كل ثعل وجلمود، حكامنا حكامنا اللي في ولاهم أعدنا ميثاقنا، والعهد ثابت ومعهود. حكامنا اللي في ولاهم أعدنا ميثاقنا والعهد ثابت ومعهود. سلمان سلمان لا نادى ثم الشر وردنا، على حياض شربها ينزع كبود. أما مليناها من دمي جسدنا، ولا شربنا شربها شربة ورود. سلمان لا نادى ثم الشر وردنا، على حياض شربها ينزع كبود. أما مليناها من دمي جسدنا، ولا شربنا اللي بها شربة ورود. وولي عهده لا دعانا صمدنا، اي والله ان حلا دعا محمد صمود. وولي عهده لا دعانا صمدنا، اي والله ان حلا دعا محمد صمود. دون العقيده والوطن ما همدنا، برق يلوح وتتبعه لجه رعود. تمطر على العدوان غيمه رعدنا، واجتاحهم سيل العرم بعده النود. يفكرون الاغبياء ان رقدنا، لو والله ان النوم من العين مطرود. يفكرون الاغبياء ان رقدنا، لو والله ان النوم من العين مطرود. ما صحصح الا يوم حنا هجدنا، هجده اسود وهجده ثياب وفهود. يا مكثر اللي من رداهم رصدنا، يا مكثر اللي من رداهم رصدنا. وحنا النوايا بيض وقلوبهم سود. يا كبارنا يا غمارنا يا ولدنا، يا اهل القلوب اني على الحاضر ورقود. اصحوا اصحوا تروا ذا الوقت ملدون لدنا، بقوى الفتن والشر والنقص والزود. وان كان حن في غير رب اعتقدنا، حبل الهلاك اصبح بالعناق معقود. وان كان حن في غير رب اعتقدنا، حبل الهلاك اصبح بالعناق معقود. والله 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 ما يرضون مهما اعتقدنا، حتى تقول ابقارهم للعرب قود. يا رب ثبتنا وسدد جهدنا، ولا توكل راينا كل معقود. يا رب ثبتنا وسدد جهدنا، ولا توكل راينا كل معقود. واحفظ علينا نعمتك لا حمدنا، الحمد لك والشكر يا خير معبود. وسلامة الجميع. نشكر شاعر محافظ الظهران الجنوب الأخ جبران بن جابر الواعدي، شاعر جزل وبيض الله وجهه على قصيدة الجزلة. تسلمون والله أنتم، مشاهدكم وحضورنا عندكم هو الهدايا، وهذا هو اللي يشرفنا والله لا يهينكم. الله يصح لسانك يا أبو جابر ومي أسمع. والآن مع قصيدة شعرية ومع الشاعر محمد ابن معيض آل شري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الاسم قد هو موجود والناس قد انبشرون، ولا ما عاد ورا الشعار ذولا قصايد. لكن اعذرونا حين شيبان وقد نظرنا شوي. يا هجوس الشعر يا حضرة جنابه، يا مواقف الرجال اللي دعوني، ابتدي بالله حق يبتدى به. يا إله كل ما رده يكوني، ارتجي عفوه وخايف من عقابه. في نهار والخلايق يشهدوني، فرحة المؤمن اللي يتسلم كتابه. وخيبة العاصي مع اللي يند المؤمن، ويا سلام يعد برق ينسرابه في ظلام الليل ورعود ومزوني. يبلغ أهل الحفل شيبان وشبابه، ومن حضر ذا الليل واللي يسمعوني. دعوة من قصر عزي التزابه، دعوة من قصر عزي التزابه. الكوالي في المواقف يعرفوني، في حفل تكريم سيف ينغزابه. من بني عم
الروح لا يتوارثوني نسل شيبان الكرم. نسل شيبان الكرم زين جنابه. نسل شيبان الكرم نسل جنابه. في زمانه عزك اللي يكرموني ما ذكر شيبان يوم انصك كبابه. دائما مفتوح لضيوفي يجوني. له بني عم لهم عز ومهابه. عادة شلات هم يتناكفوني. لبدا شان العواني والقرابه. وان بدا شان القبائل يفزعوني. قاله ابن صنيج زبد الهد جابه. وما مدحت الله وهم يستاهلوني. لا بتي من صلب جد لا بتي من صلب جد يعتزابه. قال حيان بن سالم يذكروني. قالهم اتعرفوا. قالهم في الجهد يمشون اغصابه. والعدام من خوفهم ما يمنوني. والقبيله الدرع واخوانه ولابه. صرخنا واحد ونسحب من توني. وعلمني عمي اقولها بالنيابه وزاد ولا نقص فيها سامحوني. بسلامه الجميع. صلوا على النبي. صلح لسانك يا ابو معيض وانتو نعم يا صبيان الحيان. وحنا لكم وانتو نفيذ الشوف وغيره. صلوا على النبي. حندي انا هندي ما جينا ناخذ. لا والله تاخذ. والله ما حنا بناخذها. صح لسانك يا ابو معيض. والان مع قصيده شعريه ومع الشاعر سعد بن محمد ال جابر الحبابي. مساكم الله بالخير جميعا. ألف مبروك يا أبو صالح. أنت ونعم وأبوك ونعم وجدك شيبان راعي الملحة ساسا على ساس. صراحة أني ما كلفت بشيء ولا كان أنا مندوبك حطام في ذا المكان. وهمدان ونعم يام وواضع. صلوا على النبي كنا نصلي عليه. وشهادتي فيكم مجروحة لأني خوي لكم دائم وأنتم حمران عيون. ويامي يعجبوني في جميع المواقف. موقفهم مع الشمري والله العظيم إنها معجزة من معجزات القبائل ويستاهلون النعم في ذا الموقف. على كل أنا ما قلت قصيد جديد إلا بعد ما اتصل فيني أبو سالم الأفداه في ذاك المكان وشكر الله على تقديري. فأقول لا حضرنا وجالي في المنصات داعي يالله أنك تجمني مع أهل الجميل. ألف مبروك يا ساس الرجال الرفاعي ابن شيبان يا حر انقطام النصيل. جدك اللي يرحب بالضيوف الجياعي يكرم الضيف في يوم المرحب قليل. جدك اللي يرحب بالضيوف الجياعي يكرم الضيف في يوم المرحب قليل. خلف الكلا شدها يا حميد المساعي وانت راعي لشدها. خابت ام الذليل ما يروم المراجل ما يروم المراجل كن طويل الذراعي. مثل شرواك وامثالك وهرجه دليل. هذا اللي انا قلت الليله لكان ما من الثانيه. فاقول من واضعه ستر لها نوفل مخباه اللي توقف في الظروف الصعيبه. ركن الجنوب من المعادين واحماه تاخذ على القفل المعرض ضريبه. يوم الحماية تطرد الذئب مشاع يا من بهالخايف سطاره وهيبه. واقول في يام اقدم التاريخ ولا نعيده. تاريخ يام يهز الاثقال ماضيه. اقدم التاريخ ولا نعيده. تاريخ يام يهز الاثقال ماضيه. وقفاتكم تجمل ولريا سديده. عالطيب ما يلحق ولدكم مشاريه. وقفاتكم تجمل ولريا سديده. عالطيب ما يلحق ولدكم مشاريه. المدح فيكم ياخذ الدرب سيده. يسال على الشاعر
وتزهي قوافيه وسلامتكم جميعا. ونعم يا ابو محمد انت واللي انت منا وانت وياك حضانه ونعم. صلوا على رسول الله. يا طلع عطى من كان ضارب بالعطى ويذم العطى من كان خله لاح. انا بهدي ذلا البشت في ذا المجلس الرجال المطلق مراد لك حضر وياه حسين بن علي بن هضبان. صح لسانك يا ابو محمد والشيخ حسين بن علي ابن عظمان يستاهل. والان مع قصيده شعريه ومع الشاعر ظاهر ابن سعيد ال سالم اليامي فليتفضل. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميع. مبارك للشيخ محمد بن صالح بن شيبان على استلامه ختم الختم ونقول الف مبروك والحمد لله على سلامته. هذا من جهه. الشاعر سعد محمد الجابري القحطاني بيض الله وجهك ووجه من يسمع على الكلام في همدان كافه لا وادعه ولا يام. لكان ما من الابيات يا سلامي يا هل الطيب والمجد التليد جمع شمله يا هل العزه الوجه نوجاه صلب همدان هل الفعل والراي السديد الكوال يسع الضيف العساري لا وزاه وصلنا الداعي حضرنا وهذا الليل عيد والمجم اللي دعانا بحي الله نباه باسم العظيم اللي يظل ظلاله الوحدة اللي كلنا نلجاله صلى الله وسلم على هادينا شفيعنا يوم الحشر وأهواله من بعدها يغلاه جوسي دني من بعدها يغلاه جوسي دني بغل القصيد اللي نجيب جزاله في ظل سلمان عسى قايدنا يبقى لنا طيب وبحسن حاله في ظل سلمان عسى قايدنا يبقى لنا طيب وبحسن حاله سيف العروبة جعل نور دروبة ما ينطفي والله يمد حباله لما ذكرت اسمه على طروقي طاب القصيد وطاعني مواله لما ذكرت اسمه على طروقي طاب القصيد وطاعني مواله كبد محبة سيد المقدام جعل المرض فيها يحل حلاله للدين وتراب الوطن وملوكه جد بساعات الوغى حماله الدم يرخص لجل عز ترابك يا موطني لعاله والعياله وولي عهده ساعده ساعت القسى ارواحنا ورقابنا تفداله وولي عهده ساعده ساعت القسى ارواحنا ورقابنا تفداله محمد ولد سلمان راس المجنى معرب من جده ومن خاله محمد ولد سلمان راس المجنى معرب من جده ومن خاله بسلام 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 يا شمله هل الطيب والوفاء واللي حضر من خاطري تهداله دعوتك يا شيخ الشم والمراجل محمد يا بن شيبان راعي القاله يا نسل صالح سعد من يعتزيبه ما سمعت تصفيق قبل انا ما سمعت شيء دعوتك يا شيخ الشم والمراجل يا نسل صالح سعد من يعتزيبه دعوتك يا شيخ الشم والمراجل يا محمد يا بن شيبان راعي القاله يا نسل صالح سعد من يعتزيبه اللي يفرج هم من هو جاله وشيبان وشيبان كبول للكرم والمراجل
الخضراء وهي منزاله وعمامك الغالين واهل الحمايه جمع الكوالي سربت خياله اهل العنوه والنسب والشيمه جمع الكوالي سربت خياله اهل العنوه والنسب والشيمه اللي تعز الجار تضرب باله وكل القبايل والنعم دون تسميه رجال نجمل في اللقاء عياله ويا مبروك يا محمد ومبروك الثقه العرف ساسك منصبك تذهاله وعلابتي وعلابتي جمعال سالم حضرنا عليكم جد عليكم جد وعلابتي جمعال سالم حضرنا الله بتلي للحمل شياله ودون الوطن نثبت فعول جدودنا صبيان يوم فلقى صماله والقبائل كلهم ونعم هالحد وجد والختم صلى الله على هادينا شفيعنا يوم الحشر وهواله وسلامتكم صلوا على النبي قلوا لا اله الا الله علي الطلاق اني ما اخذه انتم وافين وهالشيمه وحين جينا مشاركينكم حفلكم وجينا نهديكم ما تهدوننا وسلامه من يسمع وافي يا همدان يبيض الله وجهك والله ما ودي انك طلقت ولا ودك رجعت الله يصح لسانك يا ابن سعيد ويبيض وجهك واللي يسمع وجميع الشعراء لا الاولين ولا اللي يلحقون والان مع قصيده شعريه ومع الشاعر عبد الحكيم ابن صنيج ال شري فليتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميع ابو صالح يستاهل التكريم رجل الدين وعز للرفيق ووافن عند القبائل كلها الشعر حله وميدانه زهم الشعر حله وميدانه زهم يا الشاعر اللي لك لسان يصهلا ينظم من القيفان عقد منتظم ولا زهاها من سوالف وعملا ينظم من القيفان عقد منتظم ولا زهاها من سوالف وعملا نادر له بصمة وله قلم يكتب جديد ما يجيب مقولة سلام يا روس الرجال أهل القيم سلام تسليم المودة والغلا أكار من وباجل من ذو القدم واليوم يذكر طيبهم كل الملا صغيرهم فيه المراجل والشيم صغيرهم فيه المراجل والشيم كبيرهم بين الأكابر الأولى قبيل تالك والد تفخر بالشهم نسل الشهم وابو اليمين الاخضلة يستاهل التكريم قال ومن عم ومد والجزله وطبع الانزله قبيل تالك والد تفخر بالشهم نسل الشهم وابو اليمين الاخضلة يستاهل التكريم قال ومن عم ومد والجزله وطبع الانزله اتفاخروا به واعتلوا رؤوس القمم اتفاخروا العراف ما هم بجهله أشهد إن لجودي شيخ وعلم شيخ دين وشيخ قوم وعقلة أشهد إن لجودي شيخ وعلم شيخ دين وشيخ قوم وعقلة يا ابني الرجال دينه والهمم يا ابني الرجال دينه والهمم وصبره ميقافه اليم ابتلى وحب ربعه والطلاقه والكرم وفي المواقف له حلول تفتلى بكرة وضحى ولي فيها وسم قلتها ويسوقها لع الغلا وسلامتكم الله وجهك يا ابو علي مساكم الله بالخير يا الربع صلوا على النبي اولا بيض الله وجهكم على الحضور والله يكثر خيركم فيه رجال من ربعنا ومن قبايلنا له ذروة سنام في التعليم ومشيد في ظهران الجنوب علوم غانمه اللي هو الاستاذ عوض بن عوض حامد آل علب محمد صفقوا يا الربع الأستاذ عوض حامد آل علب محمد رئيس فرقة ظهران الجنوب الذي أحيا الموروث الشعبي بين قبائل الوادعة تتقدم قبيلة الكوال بتقديم درع له جزاء له بما بذله من جهود على ويشكر على ما سوى من جهود وهذا الهدية باسم قبيلة الكوال
والرجال يعتذر في الوصول. الرجال على تكريم عند قبيلة الخرصان ربعنا في حفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء، وها نحن أيها الحفل الكريم نأتي وإياكم إلى ختام حفلنا، والذي سعدنا فيه بمشاركتكم وتشريفكم. ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق الذي جمع شملنا في حفلنا. وها هو وقت الوداع قد حان، وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب، وعلى الأفراح نجتمع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربع سلام عليكم. أنا أكرر للعودة للمايك. الشاعر سعد بن محمد الجابري الحطاني، أقول بيض الله وجهك للمرة الثانية. والرجال اللي يعطي الرجال قناتهم وحقهم أبيض وجه، ومن قدر شيخ من يام ولا قدر فرد من يام قدرنا جميعا. ولا همدان، أنت قدمت على الشيخ حسين بن هضبان بشت، وأنا أهديك بشتي الخاص، وعلي الطلاق أنت أخذه وديني للميكروفون. سلامة من يسمع. والبشت هذا، والبشت هذا من صبيان يام عامة، ما هو مني أنا. وسلامة من يسمع. صلوا على النبي. مرحبا، والله يحييكم تحيات السيل. اتفضلوا على عشاكم، والله يحييكم. Let's go.
احنا اهل البيت جهنم من اهل الضن عرفنا 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 اهل البيت جهنم من اهل الضن
صفية هم بدأوا يصطاس مرناك وزيرا يبتدي فينا من يدور على رأيه دليلا أهل سرابين ورماتا وهو وسط الخامسية صوتنا لك وابشرب شراب كتم الدال جزيلة كلنا لمحمد السيد فخر عز وحمية صوتنا لك وابشرب شراب كتم الدال جزيلة كلنا لمحمد السيد فخر عز وحمية شاعر يا ما يهديني من افكار وحيل الى كان حليت القصيده كانها والنظريه ما يجيب البيت شاعر ولا فيه حلاه لا تويض بي على بلا يودعها سميه انا غنيت القصيده الفيال الفراس الطويله وبدعني فكره ابن بلال بقدام السريه يا جماهير القصيده العد جاكم محدود الشعر باعز الخوف الأبجدية ريدنا سيف الظليل يا بدر الجليلة وجليلة بنا حلها بكتب قتل الأنبياء نزل شامله